الاهلي يسحق انبي بثلاثيه نظيفه ويتاهل لنهائي كاس مصر عن جداره واستحقاق. كابتن ماهر الف مبروك. مبروك كابتن ايمن، كابتن شريف، بلال، اسامه. احنا مستمتعين بصراحه، احنا بقالنا يمكن اكتر من 3-4 مباريات بعد طبعا اخفاق النادي الاهلي في كاس السوبر، رجعنا واستفدنا من الدرس وبدت اللعيبه تمتعنا بلغه الكوره الجميله اللي بيأدوها خلال كانت مباراه افريقيه او مباراه محليه او كاس مصر. زمان كنا بنقول يا كابتن يا ويل اللي لعب النادي الاهلي لو حصل له وقع او حصل له خساره. طبعا هو مش محظوظ، خد بالك اي حد ايمن دلوقتي في الجدول بيقع يلعب النادي الاهلي، يلعب النادي الاهلي بيبقى شايل هم بشكل كبير. صحيح. يعني احنا قبل بدايه المباراه كنت بقول له اسامه، يعني تحس ان لعيبه انبي مخضوضه خايفه من لعيبه النادي الاهلي. طيب. وده حقيقه، لانك انت النهارده عندك تيم يا ايمن من افضل اللعيبه اللي موجوده في اسيا وافريقيا. عندنا اكتر من 25 لعيب، عندنا 11 لعيب دولي، وعندنا محترفين على اعلى مستوى. النهارده بنحس بمتعه اداء لعيبه النادي الاهلي داخل الملعب، من تحركات، من باصات، من جمل تكتيكيه، من اهداف. احنا شفنا في استاد جورج 7 اهداف، النهارده شايفين 3 اهداف غير الاهداف اللي ضاعت. فالنهارده متعه كره القدم او لغه كره القدم داخل الملعب الاهداف. فلعيبه النادي الاهلي بيترجموا لنا هذا الكلام بشكل جميل وبشكل احترافي واداء مميز. 3 اهداف جمل تكتيكيه بيتمرنوا عليها اللعيبه بينفذوها داخل الملعب، كل هدف اجمل من الهدف الثاني. يعني احنا لو شفنا طبعا ضربه الجزاء الاولى تصدى ليها اللي هي عرقله ديانج، تصدى ليها علي معلول متخصص في ضربات الجزاء ومتخصص في الكرات الثابته. الهدف الثاني يمكن طبعا الباص اللي اتعمل من نص الملعب، موديس استلم الكوره تحت ضغط ولعبها في سكه الجول. يمكن خدمته ان الحارس ان المدافع ضربت في المدافع، لكن هدف برضك بيحسب ليه اول مباراه بالنسبه له، وعايز يثبت وجوده وعايز يقول للناس ان انا فعلا صفقه جيده، ان انا مهاجم لهذه المرحله. هي تاني مباراه بالنسبه له. الهدف الثالث طبعا الكروس العرض اللي عمله علي معلول طلعها الدفاع. طبعا احنا كلنا اتكلمنا قلنا ان مستر كولر من ضمن التغييرات اللي هيتم امام عاشور، واحنا امام شفناه خلال الفتره اللي فاتت بصراحه من اللعيبه المكسب كبير إضافة. جدا اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي ومنتخب مصر كمان. صح. فامام كمان من ضمن الحاجات الجميله اللي فيه المتابعه داخل ال 18 مسانده للمهاجمين والتصويبات اللي هو بيجيدها برجليه الاثنين، قدر يسجل هدف من اجمل الاهداف. صحيح. التغييرات كلها كانت يعني اللي نزلت في الشوط الثاني يمكن كانت بتحاول انها تثبت وجودها بشكل كبير. يمكن عاشور الشحات خرج، نزل عاشور، كريستو خرج، كريستو تاو خرج وكريستو تاو نزل، كريستو نزل مكان تاو، وكوكا مكان أفشة، وكهربا مكان مودست، وطاهر مكان مروان. كلها تغييرات يمكن هجوميه لمستر كولر لطبعا تحسين الاداء في الشوط الثاني وزياده عدد الاهداف. صحيح. كابتن شريف الف مبروك، وما زالت ثلاثيات كولر تتواصل. بل دي الثلاثيه رقم 16 منذ توليه المهمه. 14 ثلاثيه الموسم الماضي وثلاثيتين هذا الموسم. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك مستر كولر، مبروك جماهير النادي الاهلي ولاعيبته وال مؤسسة عموما. يعني زي ما قال ماهر، هي الماتشات اللي فاتت كلها بنكتسب حيويه وبنكتسب لياقه بدنيه، هي اساس الشكل الاداء النهارده، انك بتضغط على الخصم ما بتسمحلوش باي تفكير او اي بلان بالنسبه ان هو يهاجمك ازاي او يلعب معاك او يبادلك الحضور في الملعب. يعني ف انا سعيد النهارده وانا بتفرج على الحاله البدنيه بالنسبه للاعبين كلهم، والكلام ده قلناه في اول المباراه، دخول أفشة او امام يبقى موجود، وامام ياخد 40 دقيقه اخرانيه او جزء من المباراه. بنحاول نعمل حاله وجود لموديتس، الراجل سنتر فيرود الجديد، نحاول نخليه يكتسب ثقه، بيعرف هجام، يعني بيعرف يهجم وبيعرف يستخلص وبيعرف
يوم عن يوم هيتعود على الاجواء المصريه وعلى الملاعب المصريه وعلى الشكل اللي هو يمكن ادوات. فاكر زمان انا قلت لك الادوات اللي هو كان بيلعب فيها زمان على ملاعب تانية وشكل تاني وجو تاني وما عندوش الحر والرطوبه دي كمان ممكن تكون متاثر عليه. انا بشوفه الدنيا عرقانه معاه جامد ف جاي يعني كل جاي يعني احنا مش عايزينها في يوم وليله كده. امام حتى النهارده بصم ودخل ال 18 وتوغل وراح باعت واحده من بتوعه بعد كم ماتش دلوقتي برضه يعني جه. فالثقه بس الثقه في الاهداف. امام بصم من اول ماتش. لا امام لعيب كره بالظبط. امام محمد عبد المنعم لعيبه علي معلول الناس دي كلها بيدر الفاعل حسين الشحات في كلاس يعني بيسموه كلاس ايه يعني في التناول وفي التعامل مع لعبه كره القدم يعني في حضور وقفشه. انا من الناس اللي قفشه لما بتبقى لياقته البدنيه جاهزه الحقيقه فكره وتركيزه بيبقى حاضر بيترجم حاجات كتيره جدا جوه الملعب. فما حدث اليوم اللي احنا اتكلمنا عنه في الشوط الاولاني بين الشوطين قلنا احنا محتاجين الهدف الثاني. الهدف الثاني بيدي ارتياحيه جامده جدا للعيبه حتى وثقته ونقل الكوره مع بعض مفيش استعجال زي اول شوط 0-0 الدنيا بتروح على الهدف الثالث والرابع والخامس والتغييرات بقى والايجابيات اللي بتبقى موجوده بالنسبه للمدير الفني للقادم. يعني احنا المكسب الثلاثه ده من التغييرات اللي بتحصل من دخول اللاعبين من كل حاجه موجوده في الملعب النهارده خلت الجمهور يقول لك ايه الاهلي نفسه مفتوحه. يعني فعلا الاهلي مع المباراه اللي فاتت دي كلها نفسه مفتوحه وعلى تعليقك انت على الثلاث اهداف يضرب فيه ثلاثة ويضرب فيه أربعة ويضرب فيه خمسة. اطمنا على جميع الخطوط النهارده. انت دايما عندك خط الوسط بتاعك هو الترمومتر يعني الترمومتر اللي بيريح كل الدنيا. صح كلكم واحنا قاعدين اتكلمنا على محمد عبد المنعم والحاله الارتياحيه اللي هو عاملها بالنسبه للفريق كله والحال وكلكم هتجمعوا على انه هو احسن لاعب في المباراه. لا لسه ولكن انا هديها لديانج فما تبقاش تسالني لسه لما نوصل للموضوع ده. وديانج ده حاجه كمان مبهره الحقيقه. مجهود غير عادي انطلاقات ناحيه اليمين بيعمل مساحات للناس اللي جنبه واللي حواليه بيخلي بيرتستاو مش حامل هم اي حاجه يلعب لو عنده كره وفرديات يعملها ويروح وينزل. الشناوي كان ليه دور برده النتيجه 2-0 كان امبي هيقرب والشناوي شال انفراد بصراحه عالي جدا. مش عايز الشناوي يعمل واحده في ال 90 دقيقه عشان نص وسام حقنا عليه. ايوه احنا قاعدين نقارن بين الشناوي وسابق اكتر من واحده شريف ماهر بس دي كانت اقرب يعني بص احنا قاعدين نقارن الشناوي واكرامي وثابت والحضري وقاعدين نتكلم ده وشوبر يعني قاعدين بنتكلم مش عايزه يعمل واحده يعمل واحده لو احنا ما نحبش ان حد يروح عليه ولا يزوره انت فهمت ازاي؟ انما ما شاء الله الحمد لله لكل مجتهد النصيب وواضح ان الفرقه مركزه الفتره اللي جايه واللي جاي احسن باذن الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه الف مبروك فوز مستحق للنادي الاهلي. طبعا فوز مستحق من الشوط الاولاني رغم ان الشوط الثاني اقل نسبيا في السيطره والاستحواذ. يعني امبي دخل معاك في الجيم ونص الملعب اتفتح مننا شويه فتحسن اداء امبي نسبيا بنزول الاوفا ومصطفى دويدار لكن ظلت السيطرة الأكثر للنادي الأهلي الفرص الأكثر للنادي الأهلي لغاية لما الجون الثاني جه في الدقيقة 50 تحس إن المباراة يعني كل إحساسك وأنت بتتفرج إن إمبي بيلعب لمجرد إنه يحسن بس من النتيجة مش حاسس إنه عايز يرجع للمباراة أو ميت إنه ده ماتش كاس إنه لا تحس انه بس بيلعب عشان يحسن الصوره يعني بس هي الفوارق باينه يعني من الفريقين ما انا بقول لك بعد الجون الثاني كمان في الدقيقه 50 و50 دي بدري قوي يعني أيوة. يعني بعد خمس دقايق من الشوط الثاني تحس ان الامور خلاص انتهت ام بتحسن نسبيا الشكل الهجومي ليه بالذات الجنب بتاع علي فوزي كان عامل هجمات يعني مؤثره شويه هو وقوفه قدام عاملين حركه وكده وكابوا بس التاثير مش كبير قوي وزي ما انت قلت الكره الوحيده
اللي تحس ان هي مؤثره. الشناوي انقذها ببراعه، كان انفراد وتعامل معاها بكل ثقه. كانت النتيجه 2-0، كانت ممكن تبقى 2-1، يمكن تقرب تخليهم عندهم احساس ان ممكن يقربوا. لكن غير الكره دي النادي الاهلي هو الاقرب، هو اللي مسيطر اكتر، هو اللي فرصه اكتر. في طبعا اكتر من لاعب كان ظهر بحاله جيده النهارده. فمبروك للنادي الاهلي وفوز مستحق، مبروك لمستر كولر واللعيبه يعني. وان شاء الله نكون موفقين ايضا لما نيجي نلعب النهائي ان شاء الله، مباراه واحده وان شاء الله تحصل على بطوله يعني. صحيح، انت حامل اللقب اصلا يا كابتن بلال وبتسعى للحفاظ على اللقب بعد مكسب النهارده. الف مبروك اولا، ولكن زي ما قال الكابتن اسامه، فوز مستحق، فوز مهم جدا، فوز غالي، فوز متوقع. كل اللي قلته حقيقي، فوز مهم، فوز متوقع، فوز مستحق للنادي الاهلي. مباراه جيده من النادي الاهلي، جيده جدا كمان. انت بتكسب 3 في الدور قبل النهائي، وده شيء جيد. سيطرت على المباراه من بدايتها لنهايتها. كان في بعض الفرص، وده طبيعي في كره القدم يعني. انت ما بتعبش نفسك برضه، انت بتلعب فرقه برضه عندها صح امكانيات وعندها طموحات، وصلت السيمي فاينل. فطبيعي ان هي هيجي وقت من الاوقات ان يبقى ليها دور في الملعب، او يبقى ليها تواجد في الملعب. التواجد جه من خلال كورتين 3 تمام. كان ممكن واحده جايه واحده بدماغه جنب العارضه، واحده طلعها الشناوي، والثانيه برضه اتلعبت لما اتلعبت عرضيه واتلعبت بالدماغ لعبها رفيق كابو، جت من جنب العارضه. فطبيعي جدا ان الخصم او فريق ام بي كله هجمات طبعاً. يعني ده منطقي في كره القدم، عشان برضو ايه الناس تتفرج. بلاش اصل الاهلي كان ممكن يجي فيه جول، طبيعي. طب الاهلي كان ممكن يجيب 5-6 جوال، اضاع اكتر من فرصه محققه بعد تسجيله للثلاث اهداف. النهارده انت بتضغط بشكل كويس، بتستحوذ بشكل كويس، اداء جيد. لعيبه نص ملعب ليها تواجد بشكل قوي جدا، ان هم يمكن كان هم الكفه المؤثره تمام للنادي الاهلي النهارده في المباراه. التحركات بتاعتهم الاماميه، التحركات العرضيه، الضغط. النهارده عبد المنعم وياسر بيقدموا مباراه من افضل المباريات اللي بيقدوها على الاطلاق. صح. النهارده رقابه جيده جدا، التغطيات هايله جدا، بيستلموا الكره، بيسلموا، بيحضروا بشكل كويس، بيحاولوا يبني هجمه من تحت. فالنهارده الاداء الدفاعي بتاعهم اداء جيد جدا جدا جدا. الاهلي بشكل عام النهارده الاداء قوي. ما شفناش كتير محمد داني في الجزء الامامي، ما شفناش كتير علي معلول في الجزء الامامي، لكن شفنا حسين الشحات في الجزء الامامي بشكل كبير او بشكل متواصل. شفنا بيرسي تاو بيحاول بقدر بشكل كبير انه يتحرك في نص ملعب، يتحرك على طرف ملعب، يخش في القلب. شفنا الاثنين الوينجرز الاساسيين اللي بتعتمد عليهم في الهجوم تمام، في حاله التكتل الدفاعي بيتحركوا بشكل كويس. مودست النهارده سجل هدف، بنقول له مبروك النهارده. بتكتب يعني بدايه كتابه التاريخ مع النادي الاهلي. اعتقد انه عنده اكتر من كده بكتير جدا 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 جدا. ممكن هو لسه برضه في بدايه الجاهزيه، لسه ما جهزش، لسه لم يكتمل بدنيا. اعتقد لو اكتمل بدنيا ممكن يبقى افضل من كده بمراحل عديده يعني. ولكنه سجل هدف، بنبارك له. هدف برضه مهم، وهدف برضه مؤثر، واعتقد هيدي له ثقه بشكل كبير. طبعا اكيد الهدف هيدي له ثقه، بس انا وعندي لعيب زي مودست، لعيب كبير ولعيب كويس ولعيب هداف وعنده ميزات كتير، ولكن مش جاهز بدنيا. واضح ان هو مش جاهز بدنيا. هل الافضل ان انا ابدا بيه ولا يقعد على الدكه وياخد فترات من المباراه؟ بص هقول لك على حاجه يا كابتن. امكانيات الاهلي وقدراته، امكانيات انبي وقدراتها يعني تخلي المدير الفني يدفع باي حد تمام، ويشرك اي حد، ما عندوش مشكله في الحته دي يعني. انت لما تيجي تعمل مقارنه ما بين الفرقتين هتلاحظ ان الاهلي كفته ارجح بكتير جدا. فيلعب مودست، يلعب كهربا، هي الموضوع عباره عن توقيت وامتى هتخلق فرص لتسجيل الاهداف. فانت ما عندكش مشكله كمدير فني، ما هو لعب مودست النهارده وكسبنا، وهو سجل هدف وكسبنا 3 تمام، وكان في اكتر من فرصه محققه للنادي الاهلي كان ممكن يسجل من خلالها اهداف في الشوط الاول وفي الشوط الثاني كمان. فالنهارده المباراه نفسها يعني بالنسبه للمدير الفني او بالنسبه للكره مريحه شويه يعني. المباراه هاديه، مش المباراه اللي تقلقه، مش المباراه اللي محتاج يلعب فيها 100% تمام. انا لو عايز العب 100% انا هلعب امام عاشور من بدايه الماتش تمام، على حساب مروان والعب بديانج، او على حساب مجدي قفشه والعب بمروان والعب بديانج والعب بامام عاشور والعب بالطريقه التقليديه بتاعتي. لكن هو الراجل شايف ان الماتش في المتناول تمام، لفروق الامكانيات والقدرات ما بين الفرقتين. انت بتلعب فرقه الشوط الاول بتلعبها 5-4-1 تمام،
او 5-3-1-1 او 5-3-2 تمام. بيعتمدوا على ايه؟ بيعتمد الولد لما بيقطع في ال 18 عايز يلعب كره طوليه صعبه جدا جدا جدا. ستايل في اللعب ادم بقى ستايل ما ينفعش تلعب مش دي الكره الحديثه. الكره الحديثه بتباص وتتحرك وتبني هجمه وتشتغل وسط ملعب بيشتغل وبتضغط وبتضغط في بعض الهجمات وبتنتظر تعمل ديلي في بعض الهجمات وبعض الاوقات بتلعب زون ديفنس وبعض الاوقات بتقرر انت تضغط من قدام. يعني الكره فيها تنوع في الاداء اثناء الجيم نفسه. ما عندكش طريقه ثابته بتلعب بيها طول المباراه. ما ينفعش يبقى عندك طريقه ثابته تلعبها طول الماتش. ما ينفعش بالزبط. لان الماتش متغير. ليه متغير؟ 0-0 غير 1-0 غير 2-0 وانت مضغوط غير وانت ماسك الكوره. الموضوع بالزبط. مختلف تماما. لكن احنا قدام فرقه النهارده كتاكتكس لا صفر قليله جدا. يعني فرقه انبي قليله. ده مش خد بالك مش تقليلا من الثلاث اهداف. ما انت برضه حطيتهم في وضعهم. انت اللي فرضت بالظبط. انت اللي فرضت اسلوبك عليه. هو قلقان منك. هو هو نازل بيلعب 5 مدافعين براس 2 على طرف ملعب ثابتين عشان يبقى واحد مع بيرسيتا والتاني مع حسين الشحات ويبقى ما يديش فرصه لعلي معلول ولا محمد هاني. ما يبقاش في تحركات من من ورا الاثنين الوينجرز تمام. وحط ثلاثه وحط الثلاثه التانيين واحد يعني بمثابه الليبرو بيلعبوا على خط واحد الثلاثه يعني السنتر باكس. ودي خلاص يعني في كره القدم اصبحت ملهاش تواجد ملهاش وجود. الكلام ده بتلعب بامتى؟ لما يكون كسبان 2-0 بلعب في بطوله افريقيا هوم اواي تمام او العب وكسبان 2-0 جوه ملعبي وطلع العب بره فالعب كده وخد بالك وبرده هيجي فيك اجوال لان انت هتفضل مضغوط طول الماتش. يعني كره القدم اصبحتش كده يعني يعني خلي بالك انا مختلف شويه. انا كمدير فني الانبي او كمسؤول عن الجهاز الفني الانبي انا ممكن انا عارف الفوارق اللي بيني وبين النادي الاهلي انها كبيره جدا. فما فيش قدامي حاجه غير ان انا العب بالاسلوب دوت. يعني انت بتقول ممكن تتلعب بيه الاسلوب دوت لو انت كسبان هنا على ارضك. ما هو غير يا كابتن. ما هو غير. ما هو غير بعد ايه؟ غير لما جه في 2-0 بس. طيب صح حب. مش من البدايه كابتن. ما هو انت خد بالك انت بتدي فرصه طبعا. هو كابتن اسامه قال لك ايه؟ بعد 2-0 بص حجم النادي الاهلي كبير وفروق الامكانيات كبيره. لكن انا بلعب جيم في كاس مصر يعني احتماليه ان انا اتغلب بالتيم بتاعي قدام الاهلي مع جاهزيه الفرقتين مثلا 70-30 للاهلي 30 للانبي صح؟ ايوه. العب جيم رايح جاي. انت عندك الولاد يعني كلهم صغيرين يعني في السن فيقدروا يجروا. لكن هي فكره ليه؟ فكره القلق والخوف اللي بيسيطر على بعض المدربين. النهارده مدير فني قلقان وخايف. حقك تخاف من الاهلي طبعا وضع طبيعي. ده وضع في كره القدم. دي منهج طبيعي جدا انك لما بتلعب البطل او بتلعب فرقه اعلى منك بكتير لازم تعمل له حسابات مش حساب واحد. وده ماتش كاس مش ماتش دوري تمام. لكن مش لدرجه ان انا بقى العب ب5 مدافعين قدامهم 4 قدامهم 1 وبلعب بطريقه عشوائيه. ما انت هتفضل طول الماتش مضغوط زي ما الاهلي عمل كده بالظبط. الاهلي عمل ايه؟ انت من بدايه الماتش هو شاف انبي بيلعب بالطريقه دي ضغط النادي الاهلي فاصبح انت النهارده عبد المنعم في كل الهجمات موجود على الدايره بتاعت نص ملعب بتاعت انبي. فانت حطيت فرقه انبي خلاص تحت ضغط. فطبيعي جدا وضع طبيعي انك هيجي لك فرص من كتر الضغط ده. فطبيعي جدا ان مدافعين انبي هيغلطوا. طبيعي هيجي لك واحده زي ما عملها اليو ديانج كده اخترق بقى لوحده فتعامل بفردي فقدر يحصل على ركله جزاء. واحده زي حسين الشحات رقص واحد واثنين وحط كرة تمام بليسنج حلوه قوي اتلعبت جت في القائم. ده وضع طبيعي. هو ده الضغط اللي انت بتمثله. وهو ده الميزه اللي عملها الاهلي النهارده انه استغل تاخر فرقه انبي وتكتلهم وابتدى يضغط عليه من الحته اللي قدام في نص ملعبه وفي منطقه جزائه. حتى كمان الضغط تواصل للشوط الثاني. انت الهدف بتاع مودست ما هو جاي ضغط. لما ضغطت على اللاعب بتاع انبي انت غلطته خلاص راح مودست واحد ضد واحد وقدر ان هو يسجل هدف. فانت الميزه اللي عندك اللي قدرت اللي انت عملتها النهارده واستفدت بيها انك استغليت تاخر فرقه انبي والكتله العدديه في نص ملعبهم وابتديت تمارس عمليه الضغط عليهم مع المهارات الفرديه بتاعت اللعيبه بتاعتك. حتى لما نزل بقى امام عاشور الشوط الثاني وابتديت تعمل التغييرات بتاعتك ابتدى يبقى فتحت الملعب بشكل كويس. سجلت هدفين كان ممكن تسجل 4 أو 5 أهداف وتنتهي المباراه بسكور اعلى من كده بكتير جدا. لكن الاهلي منطقيا النهارده افضل بكتير جدا. الاهلي احسن. الثلاثيات بتاعت كولر ما زلنا بنستمتع بيها. صحيح. راجل بصراحه محقق ثلاثيات كتيره جدا السنه اللي فاتت 14 السنه اللي فاتت واثنين السنه دي تمام ورباعيتين اثنين واحد في المصري واحد في سان جورج رباعيه ورباعيه صح ما هو خد جورج 3-4 وجي المصري 4 في البدايه يعني هو بيلعب 3-4 3-4 هو خلي بالك امبي برضو يا ايمن ايوه كابتن مساء الخوف زياده عن اللزوم ده
لانه نتائجه في الدوري البدايه مش كويسه. البدايه مش كويسه. فواضح ان ممكن يكون في قلق جوه النادي، فساعات بتضغط المدرب الموضوع ده. يعني هو مثلا لو كسبان الماتشين اللي فاتوا بتوع في الدوري او مثلا كسبان ومتعادل وفي ثقه وفي بتاع، ممكن حتى لو الاهلي اقوى بكتير وده ماتش كاس هيجازف هيعمل، حتى لما يلعب بطريقه 5-3-2 او 5-4-1 كويس، لما يجي يتحول للهجوم هيقدر يتحول بكثافه. لكن هو طول الشوط الاولاني وجزء من الشوط الثاني لغايه لما جه في الجون تحس ان هو متكتف. ما انا عايز اقول لك حاجه بس كابتن في النقطه دي، انا عايز اقول لك حاجه مهمه. هو ملوش طريقه لعب واضحه. ما انا بقول يعني خد بالك، هو مكثف انت ورا لعبته في نص قدام ال 18. في فرق بين ان انا بحط دي امكانيات فورميشن يا كابتن ماهر، بلعب ب 4-5-1 4-3 اي فورميشن بس التنفيذ في الملعب. وفي فرق بين ان انا بحط استراتيجي للعب بناء على الفورميشن انا بحطها، ودي امكانيات اللعب. هو ما فيش استراتيجي النهارده في اللعب، يعني النهارده انا هتكتل وهلعب كره طويله. طب هتلعب كره طويله بأني منطق؟ والدليل لكلام كمان بلال كابتن اسامه وانت قلتها بين الشوطين، ان حتى بعد 1-0 امبي ما عندوش الاستعداد كمان ان هو يهاجم النادي الاهلي. يعني مفيش انياب هجوميه كمان، يعني انا مش عايز ارجع للماتش كمان. ما انا بقول لك ان هو ممكن يكون الخوف دي ركله جزاء صحيحه. طبعا 100% يعني. طبعا طبعا. لا هو ممكن يكون الخوف النتائج يا ايمن بتخوف وتقلق جهاز فني، تقلق جهاز فني. ممكن يكون في مشاكل جوه النادي، ممكن يكون في قلق، ممكن في حاجه. لما يتغلب من ماتش الداخليه وتعادل ماتش الجيش، حتى لو انا بلعب النادي الاهلي وهو اقوى مني طبعا بكتير وهو الفرص واكتر اسهمه اكتر طبعا يكسب، بس برضه ببقى اللعيبه عندها ثقه ومديهم ثقه ان انا ممكن يعني اروح للهجوم وفي اوقات ما ظهرش في الملعب. ما انا بقول لك النهارده عشان النتائج كنت تكون مخوفاهم، النتائج ممكن تكون مخوفاهم. بقول لك يا اسامه، هو على اي اساس يعني النهارده انا بلعب ب 5-4-1 كويس وبعدين دخل فيها جون؟ ايه البلان بي اللي عندي وايه الامكانيات اللي غير موجوده اصلا اللي هتخليك عندك انياب وبتهدد مش النادي الاهلي، اي فرقه تانية. فجاه هتبقى انت اول ما دخل فيك جون خلاص فتحت خطوطك وبقى عندك الانياب وبقى عندك امكانيات وعندك الاطراف وعندك لا فين ثانيه واحده فين ده؟ خدت بالك تلعبش الجيم ده ليه من الاول؟ لا بس على الاقل لازم يكون لك وجود يا كابتن بعد الهدف اللي انت دخل فيه. لا مسكوب يا كابتن خلاص، ما خلاص انت جاي قدام النادي بعد 2-0. انت لا اللي انا عايز اقوله مع اسامه، يمكن اللي انا عايز اقوله انت عشان تحضر الفرقه دي، عشان تحضر الفرقه دي للبلان ده، انت عشان ما عندكش طبعاً. انت عندك السرعات بتاعت زي ما احنا قاعدين بنتكلم كابو واوفا وهم دول الحاجات الفرديه والسرعه انما انت كتدريب وكتجهيز وكسيستم في الملعب ده هيمشي معاك طول الدوري، سيبك من كاس مصر، ده هيمشي معاك سنه بحالها. لازم يبقى لك وضع، لازم يكون ليك انياب، لازم يكون ليك لما انا زي زمان كده لما اجي لاعب انبي ليه حضور. ما كلامك مظبوط يا كابتن، انا مش معترض على كلامك. انا بقول مش هنبقى مجال الصدفه. لا انا بقول احيانا الهزايم والنتائج السيئه بتبقى منعكسه جوه الفرقه، بتكلبش اللعيبه شويه. انت كمدير فني ما بيبقاش الثقه عندك ليه؟ لانه لما بكون كسبان انا طبيعي ان انا جاي مع النادي الاهلي غالبا انا هتغلب، يعني غالبا سواء كاس مصر سواء الدوري غالبا انا هتغلب، بس بيبقى المكسب اللي قبليها بيبقى مديني ثقه ان حتى لو هاجمت واتغلبت مفيش مشكله، لكن انا النتائج السلبيه اللي انا محققها بتخليني متكلب شويه. ممكن انا بقول لك ممكن ده يكون سبب. عايز اخدك في حته ثانيه. زمان احنا لما كنا بنلعب وكان نادي اهلي برضه مش كانت بتبقى عندنا نتائج وحشه؟ بالظبط. انما كنا بنقعد نلم بعض. لا انت بتتكلم بقى على ثانيه واحده بس تانية. نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي اللي حصل له السنه اللي فاتت والكلام من في حاجات انت تقدر تلم امكانيات عندك، تقدر تلم مهما حصل لك من خسارات وبيحصل لك ازمات وتقدر ترجع تاني. خدت بقى عندك البيز وعندك الحكايه. انما انا هلعب بختك يا ابو بخيت في كل المباريات، اديك اتغلبت ماتش وتعادلت ماتش النهارده بتلعب في كاس مصر اتغلبت، هل بقى اما انا الثلاثه دول يا ماهر ورا بعض هينهوا عليا بقيه الموسم؟ لا طبعا. ليا وقفه بقى، ليا وقفه وليا سيستم وليا شواهد انا كمدرب
ونلم الدنيا ونشوف اللعيبه دي ونتعرف على الامكانيات الجيده اللي انا اقدر استغلها جوه الملعب مش اكتر. انا ما عنديش ان انا بحمله ما لا طاقه له به، انما لازم مكانك وجود. انما مش اي حد هيبقى مكتسب الثقه عليك. النهارده بلدين المحله خدت المقاولين العرب 2 في اول ماتش، وسموحه راحت واخدها 2 في، بس في ايه؟ في تواجد، في دوافع. في دوافع ان انا عايز احارب السنه دي وتواجد ايمن بالظبط. انا عايز احارب. انا انبي ده كان من الفرق اللي الواحد هو بيلعبها ايام حلم طولان والناس دي، كان ليها وجود غير عادي طاغي. بس الراجل مدرب مين كنت هو في ايه؟ لا ده ملخص المباراه. احنا بنتكلم في حته بس ده ملخص المباراه. كابتن مختار مختار انا بتكلم على كابتن مختار مختار من الناس. كابتن مختار من الناس اللي احنا شفناها بتبني فرق، شفناها بتبني طرق. انا كنت بروح اتفرج عليه في الاستاد وانا كان عندي اكاديميات بتفرج، بيبني طرق، بيبني طبعا. فكر بيطلع لعيبه جامده جدا، عمل حاله وجود. حرس الحدود فاكر في وقت من الاوقات لعيبه كانت عندها سيستم، عندها قواعد، وانت رايح بتبقى عارف انك هتلاعب فلان وفلان وفلان. بس قصدك يعني انا عايز اقول لك اتفضل يا كابتن ايمن، احنا بس الحاجات الجميله اللي قدامنا اللي بتتعرض، عايز اقول لكم ان النادي الاهلي السنه دي بلال بقى ليه شكل، ليه استراتيجيه. الراجل بيشتغل على تطوير من السنه اللي فاتت. ايوه بس السنه دي واضح قوي ان في تخصصات للخطوط. واضح قوي، لان احنا شايفين خط الظهر النهارده بيتحسن من مباراه لمباراه اسامه، خصوصا قلبي الدفاع محمد عبد المنعم وياسر، اللي احنا قلنا كلنا اجمعنا ان محمد عبد المنعم وياسر النهارده من افضل قلبي الدفاع اللي موجودين، ومحمد ورامي قبل كده برضه خطوط النادي الاهلي بالنسبه للحاله الدفاعيه. كمان الشناوي من وراهم بيديهم ثقه بشكل كبير جدا كقائد وكابتن، وعنده خبرات بتفرق فبيطمنك بشكل كبير. نروح لنص الملعب، حصل تطوير بشكل كبير جدا جدا بوجود امام مع مروان مع ديانج وعوده السليه مره تانية، كوكا الناشئ او الدم الجديد. خط الهجوم بقى تطوير بشكل كبير جدا عن الموسم الماضي في حته الفرص اللي تيجي بنسجلها. بمناسبه خط الهجوم يا كابتن، بمناسبه خط الهجوم، احيانا بيبقى المدير الفني ليه رؤيه مختلفه عن الكل، وفي الاخر بنقول ايه؟ ان هي الرؤيه الصح بتاعته. بالظبط. الرؤيه المنطقيه بتاعته. هو السؤال، لو انا عندي لعيب واضح ان جاهزيته البدنيه مش اعلى حاجه او بيجي يعني. ابدا بيه ولا احطه على الدكه ويبتدي ياخد بعض الفترات ماتش عن ماتش لحد ما الانسجام والتوافق يجي مع زمايله، وكمان هو الناحيه البدنيه عنده تتحسن بحيث ان هو يبقى يبتدي بيه بعد كده. ما انت المباراه يا ايمن هي اهم حاجه في جاهزيه اللاعب. يعني المباراه بالنسبه له صح اقصى، بس يعني في حاجه كابتن، بس في حاجه بتبقى الضغوط لما ابدا المباراه عليا كبيره قوي. لا ما تفرقش يا ايمن، لان انا معايا لعيبه نخبه على اعلى مستوى. مودس النهارده حواليه لعيبه كلها دوليه ولعيبه كلها ليها مكانتها. انا ما اتكلمتش على مودس. لا انا بكلمك انا بكلمك على اساس انه ايوه بتتكلم على مودس النهارده. لا والله هو الدم الجديد بالنسبه لنا، ان احنا كلنا مستنيينه، جميل مدلع مستناه وعايز تشوف الراجل اخباره ايه. فالنهارده خد بالك لعبتنا النهارده بتحاول، زي انا بدات كلامي قلت ايه، النهارده كورسات هتزيد العرضيه في البدايه. انت قلت كده عشان هو عنده مهاره ضرب كره براسه بيجيد هذه المهاره. مظبوط. وفعلا النهارده معلول حاول ومحمد هاني حاول، بس ما كانش فيها دقه بالنسبه لمودس. جات له واحده من خطا المدافعين، هو قدر يستغلها بشكل كبير. كويس. امتصاص وبعدين حطها، طبعا كان فيها توفيق لكن اهو بيحاول. فانت النهارده عندك لعيبه مميزه هتصنع لك الفارق. زمان شريف لو تفتكر كان مستر ادكوتي، وده زكاة المدير الفني الذكي، لما عندك لعيبه موهوبه عندها مرونه تكتيكيه اقدر اركب جمل. بلال عمل خلق مساحه ونزل بالمدافع. شريف عبد المنعم لقى الحته دي فاضيه طلع فيها. مزبوط. راح اسامه عرابي حاططها له. هو ده شغل المدير الفني، ده شغل التكتيك. مظبوط. ساعات بيبقى لينا احنا مرونه، يعني الكابتن محمود الخطيب كان عنده المرونه دي، احنا كنا بنخلي دوكوتي بالحاجات دي بيدونها ويبدا يعمل عليها جمل، احنا اللي عملناها المرونه التكتيكيه. بلال عنده
كان المرونه التكتيكيه في حته الهروب صح. من الرقابه بس هو ايه اللي بيساعد المدير الفني انه يعمل كده؟ اللعيبه بالظبط اللعيبه الكواليتي اللي عنده بالظبط. فانت النهارده الراجل ما شاء الله عنده استراتيجيه كبيره جدا بالنسبه ما كانش عندنا خطه للعيبه واخد بالك اللي تساعده على ان هو يحط التكتيك اللي هو عايزه 4 4 2 4 3 3 4 2 3 1 ان انت بقى عندك لعيبه يا ايمن ماشي انا معاك تساعدك بشكل كبير جدا معاي. هو انت ممكن في الملعب وانت لعيب وطبعا فرقه ما شاء الله كلها نجوم فرقه النادي الاهلي ممكن تعمل حاجه من نفسك انت جوه من غير ما المدير الفني يقول لك عليها بنسميها المرونه التكتيكيه طبعا المرونه التكتيكيه حاجه احنا بنعملها وهي دي حلاوه لعيبه النادي الاهلي لا بنتكلم على الاهلي دلوقتي او غير دلوقتي ما بنتكلمش على زمان زمان ودلوقتي ده ان حاجه مهاره فرديه واحد ضد واحد وانت رايح تجيب دلوقتي يعني كان في خطوط عريضه بتتقال لكن شوف عبد المنعم عنده المرونه التكتيكيه الواحد واحد ضد واحد هو اللي عملها ماشي واحد ضد واحد مره فرديه ويروح طبعا مثلا طبعا في التوقيت ايوه بيختار التوقيت الواحد ضد واحد اضرب فيه ازاي طب الراجل ده مغطي بلال مغطي وراه ضرب مع اسامه الدبل باص ال1 2 دي كلها حاجات بترجع للمدير الفني بيقول خطوط عريضه في التكتيك لكن اللاعب بقى الموهوب زي اللعيبه اللي موجوده حاليا واللعيبه اللي موجوده زمان كانت بتبدع عشان كده كان شريف مميز الخطيب مميز بلال مميز اسامه مميز انت مميز فدي حاجات تكتيكيه كمان اللعيبه المهاريه بتساعد الراجل على تنفيذها وعلى نجاحها كل واحد كان عارف امكانياته انا بتكلم على موضوع انت بتقول اللعيب لعبه هو جاهز ولا ما يلعبوش هو جاهز هو انا كمدير فني ما اروحش اجيب لعيب محترف ودافع فيه المبالغ دي كلها واجي اقول انا لسه اصل هيقعد شهرين جاهز فيه لا لا لازم كده. لازم يلعب ولازم يبقى ايوه بس امتى يلعب لما يكون جاهز الوضع الطبيعي لما يكون طبيعي عندي يا ايمن ان انا دفعت فلوس ماشي يا كابتن في لعيب محترف أيوه. انه لازم يكون جاهز عشان يلعب مفيش حاجه اسمها تقول لي ايه هنزله شويه اصل هديله 10 دقايق اصل هديله ربع ساعه اصل هديله كمان نص ساعه انت مش جايب لعيب انت ما بتجيبش انت مش كمدير فني او كجهاز بتبقى انت مشتري لعيبه اجانب بارقام معينه عشان تدخلها بس احنا عمرنا ما جبنا لعيب وادينا له من الاول لا في كتير لا طول عمرنا بندرب لا طول عمرنا ما كانش دلوقتي انا بتكلم على طول عمرنا اي لعيب كان بيخش جوه التيم كان بيبقى واحده واحده يعني لا مش قصدي على علي معلول احنا طول عمرنا انا مع اسامه طول عمرنا اللي احنا زمان ما كانش عندنا ما كانش عندنا زمان احنا الشكل الاحترافي ده الشكل الاحترافي وبنشتري لعيبه بالارقام دي وعندنا البروباجندا دي وعندنا السوشيال ميديا دي وعندنا الدوافع والضغوط والحاجات ما كانش فيه كلام انما كان في سيستم اما بيجي لعيب بيجهز مع لعيبه لغايه لما بيحس الكوتش ان هو بدنيا يقدر يواجه تاني تايم كان بيبقى له اشتراك طيب انت كابتن مواضيع يا كابتن مش اولا زمان غير دلوقتي انا بكلمك على ايامنا المفروض انت بتجيب لعيبه جاهزه كابتن طيب على أيام انت من وجهه نظرك اسباب تفوق النادي الاهلي على انبي النهارده بدء من بدايه المباراه بسبب الفكر والاسلوب بتاع مستر كولر وفكر واسلوب تامر هو ده اللي ادى التفوق للنادي الاهلي تفوق مستر كولر واضح باين استراتيجيه باين ان الراجل عنده حاجات بيشتغل عليها وحاجات احنا تعودنا عليها واجيالنا احنا تورثنا الضغط على الخصم من البدايه دي من اول جيلنا احنا جيل السبعينات وبدانا نتورث اسلوب لعب فواضح طبعا النادي الاهلي مستر كولر واضح ان استراتيجيته باينه من بدايه المباراه والمباراه اللي قبل كده الضغط على الخصم اول ربع ساعه وثلث ساعه عشان يجيب جول الجول ده ايمن بيعمل لك عمليه سحر بيفتح لك حاجات كتيره جدا بيديك ثقه وبيدي اللعيبه ثقه والجماهير ثقه بتبدا تشجع واخد بالك وبعد الضغط ده احنا كلنا قلنا لازم نجيب الجول الثاني عشان الجول الثاني ده بيغطي وبيدي طمانينه وبياكد لك انك انت الجيم ليك والمكسب ليك واخد بالك وبعدين دوافع اللعيبه دوافع لعيبه النادي الاهلي باين قوي ان احنا من بدايه الموسم ان اللعيبه عندها الروح القتاليه حتى الاختيارات اللي احنا اخترناها يعني رضا سليم عنده روح النادي الاهلي اول ما شفناه قلنا ده ابن متربي في النادي الاهلي عنده روح قتاليه وعنده المهاره وعنده الاصرار وغيره وعايز يكسب امام عاشور نفس المواصفات
برضك من بدايه نزول امام عاشور احنا حاسين عنده القلب وعنده الروح وعنده الاصرار على المكسب، وكل دي سمه من ضمن سمات النادي الاهلي اللي اتربوا في النادي الاهلي. فدي بتدينا ثقه انك انت ان ربنا هيوفقنا النهارده وان احنا هنكسب النهارده. فدي حاجات كلها بيعتمد عليها المدير الفني، وهي موجوده في تاريخ النادي الاهلي. حتى اللي احنا بنختاره على شكليتنا احنا، الجرأه والشجاعه والقلب الجامد والاصرار والمكسب والتضحيه انت بتختار صح، بس هو كمان عليه مسؤوليه. هو اكيد بيخش بالزبط. بيخش بسرعه، وده اللي بيعمله امام دلوقتي. بيخش بسرعه لانه هو لعيب كويس وشخصيه. شخصيه النادي الاهلي يعني. المصري برضه لا مش غريب طبعا، شخصيه النادي الاهلي كمان بيتكلم واحد يعني. هو بس احيانا يا كابتن بلال بتكون انت جايب واحد ما عندكش شك ولو 10% انه انت محتاج يتاقلم كويس، وبس محتاج يندمج مش يتاقلم. فاخد بالك، بس مع الضجه مع الشكل اللي اتعمل بيبقى احيانا بيبقى فيه رهبه شويه. طول ما فيش جمهور مفيش ضجه مفيش ازمات. لما يبقى طول ما فيش جمهور مليان خلي بالك هتبقى هنا في الضغوطات الكبيره والدنيا لا خلي بالك السوشيال ميديا عامله شغل برضه في الحته دي. السوشيال ميديا انا اسمع يعني ممكن اقفل التليفون خلاص فاستغنيت عن اللعيبه اليومين دول. ما اقصدش انا بتكلم وضع طبيعي داخل الملعب. انا ممكن يعني لكن انا في اللايف قدام الجمهور هو ده الضغط الحقيقي. تمام يعني النهارده بص اكتر واحد بياخد تشجيع النهارده هو امام عاشور. مظبوط طبعا بس يستحق من النادي الاهلي بغض النظر بقى يستحق او لا يستحق بغض النظر، بس اكتر واحد بياخد دعم واخد دعم النهارده صحيح في كل المباريات امام عاشور. صح، لان جمهور النادي الاهلي عارف ان امام تحديدا ده يعني نقطه فاصله يعني في مشواره انه لازم يبتدي صح مع الاهلي. تمام، عشان كده هم دايما في دعم مستمر. ان اي وقع لامام عاشور ممكن لا قدر الله هتلاقي بقى زي ما انت بتقول السوشيال ميديا بتتكلم والجمهور اللي بينتقد والناس بتقوله، وهتلاقي كلام ملغط كتير جدا. عشان كده جمهور الاهلي عنده وعي حقيقي. فمن اول ثانيه اول ما يعني امام عاشور الوحيد اللي لا ينتقد في اي كوره، يعني مش هتلاقي عمل واحده وحشه فتلاقي الناس لا، دايما على طول في تسقيف، في تشجيع. تمام، في يعني بتحمسه على طول، في ظهره على طول طول الوقت. تمام، عشان ما يدوش فرصه انه هو يبص. بس هو بيجيد هو الاخر جاي طبعا. لعيب كبير هو امام، لعيب امكانياته وقدرات كبيره طبعا. قدراته عاليه جدا، قدراته عاليه جدا، وكلنا متفقين على كده وما عندناش شك في نجاحه. وانا مع بلال، زي ما في مجموعة عايزة توقعه وإنه يفشل في وجوده النادي الأهلي، في المقابل هتلاقي جماهير الأهلي ملايين دعم غير عادي في الصح وفي الغلط. يعني أي. يعني يمكن مع لعيب في النادي الأهلي على طول ممكن شوية شوية، لكن زي ما بلال بيقول كده مع واحد زي إمام وجاي في ظروف معينة هتلاقي التشجيع من جماهير الاهلي واللي حوالينه كلهم في 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 اي مكان يعني بما يخص النادي الاهلي، يعني هتلاقيهم مدعمينه جامد جدا جدا عشان ينجحوا التجربه. وهو كمان خلي بالك تحس ان هو في الملعب مش غريب عن النادي الاهلي. هو عنده شخصيه يا ايمن، هو عنده شخصيه. وبعدين انا قلت لك ده لعيب دولي مش لعيب انت لسه جايبه من حته صغيره فانت هتجربه. انت لا لاعب في نادي كبير، نادي الزمالك، برضو بيلعب في بطولات افريقيه وبيلعب في يعني نادي كبير، وثانيا كمان دولي يعني لاعب في اجواء صعبه. هو صعب في السنغال لعب ضد ماني، عنده ثقه في نفسه. وبعدين ده لعب على ساديو ماني، لعب على ساديو ماني صاحب مكراي، يعني ظهير ايمن بالظبط مش في المكان بتاعه وما ذلك اجاد. فهو اصلا طبيعته عنده شخصيه، اساسا طبيعته هو عنده شخصيه. كمان لعب في ظروف خلاص اتعود عليها، ما يعني مش ظروف غريبه بالنسبه له او جديده بالنسبه له. اللعيبه اللي بيلعبوا معاه في زمايله في النادي الاهلي هتلاقيه بيلعبوا معاه في المنتخب، يعني برضو واخد عليهم، مش داخل على حته غريبه. الاهلي اصلا بيحتضن اي حد بيجي، وكل الناس اللي جت من بره عارفه هذا الكلام اول ما بتخش، فما بالك كمان حد يكون مزاملهم في منتخب مصر مثلا او كده. فهو عنده شخصيه كلاعب وعنده امكانيات فنيه كلاعب، لا يبقى الا غير ان هو هيضيف ايه، وهو في كل مباراه بيثبت انه مكسب ومكسب كبير
للنادي الاهلي، مفيش شك في كده يعني. يعني انا هو ورضا سليم طبعا مع ديانج وعلي معلول دول خلاص ما مفهومش كلام يعني، لكن نتمنى ان شاء الله غيرهم يبقى مع الوقت يبقى مؤثر يعني. صحيح. من ضمن مكاسب المباراه كابتن شريف ان انت المباراه الرابعه على التوالي بتحافظ على نظافه شباكك. الحمد لله الحمد لله. يعني بدات بالمصري 4-0، سان جورج رايح جاي 3-4، النهارده في الكاس ام بي ده في كذا بطوله يعني، بطولات مختلفه، دوري كاس افريقيا او بطوله انديه افريقيا وكاس مصر. انتوا لسه متكلمين على الحاله البدنيه والفنيه للدفاع بتاع النادي الاهلي او وسط الملعب النادي الاهلي او ككل، مع ان ماهر بيتكلم على حته العمق بتاع دفاع النادي الاهلي وانت بتلعب باتنين طايرين. بس هو الكابتن ماهر اتكلم في حاجه مهمه برضو، ان انا كمان كمدافع او كخط ظهر بستفاد كويس قوي 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 من خط النص اللي قدام. خط النص بتاع النادي الاهلي ما شاء الله اعتقد من وجهه نظري او من وجهه نظركم انتوا كمان افضل لعيب خط الوسط في مصر الان. دي الكتيبه الاولى في فرقه النادي الاهلي. أيوه. هي نص ملعبك بتريح خط ظهرك وانت بصوره كبيره. صح. وانت صح. بتتكيف مع اسلوب اللعب اللي انت كنت النهارده بتتكلم على 4-2-3-1، وبكره هتلعب سان داونز هتلعب غصب عنك 4-3-3 مع مستر كولر ما تضمنش. لا خلاص بقت في خبرات ودروس مستفاده وشواهد وفيديوهات هنتفرج عليها وهنشوف الدنيا كلها ازاي نتعامل مع هذا الشكل ومع الاسلوب من اللعيبه دي كلها، وكل مباراه وليها رجالها وليها التاكتكس بتاعتها. فانت النهارده الشكل الدفاعي اللي بيامنك مع حارس زي اللي موجود عندك او احسن حارس في افريقيا وفي مصر وفي كل حته، غير الثقه غير الامكانيات غير ان انت النادي الاهلي الزيارات عندك محسوبه هتلاقي 4-5 مرات في المباراه، وعشان تبتدي تروح عندي الناحيه الثانيه لازم تعمل كور طويله، والكور الطويله دي طبعا متشافه والدفاع بتاعك بيبقى سهل عليه جدا التعامل معاها فيها. نص ملعبك الحقيقه سوبر رنر كلهم، اذا كان ديانج ولا عطيه اللي تحت الحكايه كلها مروان، عندك لعيبه مدافعين مهاجمين كلمتوا على امام عاشور بما فيه الكفايه كويس، يعني عندك حاجات كتير قوي موجوده تخليك في هذا الوضع الشباك نظيفه، ولكن في اخطاء بتحصل انك انت النهارده اتعمل عليك كورتين راجل وصل انه بقى انفرد. بس خلي بالك وضع طبيعي ان في كل ماتش ما انت بتلعب فرقه برضه مش هيكون لها وجود خالص، وضع طبيعي ان انا ما فيش هفوات تبقى موجوده في الملعب. بتحصل يا كابتن شريف. هو احنا ده باريس سان جيرمان واخد 3 دلوقتي من نيوكاسل انت فاهم قصدي ايه؟ يعني مفيش حاجه في الكوره كبيره، ولكن انت طول ما انت في الوضع التركيزي بتاعك والبدني صعب عليك قوي بفردياتك وخبراتك وامكانيات اللعيبه اللي عندك، لانك انت لعيبتك كلها منتقاه. انت اللعيب اللي عندك اللي بيطلع منك ويقول انا مش موافق مع التيم ده بيروح على اقوى حتت، بيروح اعراض في احسن حتت، بيحترف بره، يعني ما عندكش ناس غير ان اللعيبه تتخانق على بعض، انت النهارده بتتخانق على الاساسي مين اللي ابتدي، وفي نفس الوقت عندك امكانيات بره لما تقعد تتفرج كده. نتكلم على اكرم توفيق راجع كويس ناحيه اليمين مثلا، عندنا ناحيه اليمين اكرم وفي كريم فؤاد كويس، عندك ناس النهارده يوم ما يجرى اي حاجه او ارهاق او تعب او انذارات او عندك ناس النهارده انت والجماهير عندها ثقه فيهم، واهم حاجه في الحكايه كلها ثقه اللاعب مع نفسه والتعامل جوه الملعب بدون ضغوط. يعني انا النهارده بقدم وانا مقيم خلاص، انا متقيم عند الجماهير، متقيم عند الجهاز الفني، ما عليا غير ان انا اعدي الكره اللي انا بعرف العبها، ادي المستوى اللي الناس عارفاه عني. ده يستخدم ايه بقى؟ ان انا بدنيا ابقى كويس جدا، عايش العيشه كلها اللي هي توصلني زي الناس المصابه اللي بترجع اللي احنا نفسنا نشوفهم، سلية ربنا ان شاء الله يعني ومتولي والناس دي، عايزين نشوف الدنيا دي كلها تبقى موجوده. بتوحشني شطك يا سلية، بيوحشني اداك وهدوءك يا متولي. كل العناصر دي اللي هي موجوده عندك
بيستلزم عليك انك انت زي ما انت قلت الفيرود زي الفيرود اللي انت بتتكلم عنه يلعب ولا يستنى شويه. لا انا اجهزه بدنيا كويس قوي واقول له يلا يا حصان ده انت اتكوا هجام واعمل كلها. الراجل ناحيه اليمين يلا وحشنا ده انت بتقطع الكره يا اكرم وبتعمل وبتبني هجمات وبتاع باك رايت منتخب مصر يعني عندك الحاله البدنيه الاساسيه هي اللي بتحدد امكانيات اللعب. هو امام عاشور لما جه ابتدى يشتغل ازاي؟ عادلها بومكو من تحت رجله شايطها امكانياته. دلوقتي النهارده لما لعب ماتش ده وقف الكوره المره الاولانيه عمل ايه؟ راح مريح للراجل رضا سليم حاططها. النهارده عمل ايه؟ لا اجيب انا وراح ودخل جوه وعادل شويه جوه ودايس الدوسه واخدهم في وبوم في سقف الشبكه خلاص. ما هو لعب ماتش واثنين وثلاثه واربعه دخل في الحكايه وقعد بره بيتفرج وعارف ايه اللي مطلوب منه وايه لما ينزل يعمل ايه واسم ليه حاله وليه وجود. فجميع لاعيب النادي الاهلي يودوك للسكور شيت النظيف كويس في حاله التركيز والحاله البدنيه. صح. بما انك انت طبعا ربنا يبعد عنك الاصابات من اي مركز في اي حته. طيب نروح مع بعض نشوف المؤتمر الصحفي لمستر كولر ونشوف قال ايه بعد المباراه. كنسن ديريكت جن مت über das Spiel, was du sagen kannst. Okay, ja, wir freuen uns, dass wir das Finale erreicht haben. Machst du denken, dass wir den Nähe? Ich glaube, es war auch in der ersten Halbzeit schon also ein Spiel von uns auf eine Richtung und mit ein paar Kontermöglichkeiten. أعتقد إن الشوط الأولاني كان الماتش تقريبا في اتجاه واحد بس مع بعض الكونتر الهجمات المرتدة من المنافس. Und wir konnten in der zweiten Halbzeit noch das zweite Tor schießen. Wir haben klar die Sicherheit gehabt. Sie haben dann mehr Druck entwickelt, haben mehr Offensivspieler reingebracht und es gab da noch die eine oder andere gefährliche Situation für uns. بعد كده في الشوط الثاني احنا جبنا جون بدري فبدات تجي لنا شويه ثقه في المباراه وهدينا شويه. هم بداوا ان هم يضغطوا بشكل قوي جدا هجوميا بداوا يعملوا تغييرات هجوميه بداوا يعملوا لنا بعض المشاكل في ورا وبداوا يخلقوا فرص. Schlussendlich war das sicher verdient, da diese Finalteilnahme. في النهاية احنا اتأهلنا عن جدارة واستحقاق اتأهلنا للنهاية. Ich gratuliere den Sieg heute und dass die Dreier machen immer weiter, auch besonders im Pokal. Ja, also du hast gesagt, wir müssen jetzt ein Vier machen, aber ich glaube, drei. هو بيقول لي ان انت قلت لي النهارده كان المفروض ان احنا نبدا بقى السنه دي نزود ونخليهم اربعات فانا بنطور الموسم. بس انا قلت له كده بعد الماتش بصراحه قلت له بقى خلاص عايزين نتطور ونزود بقى السنه دي اربعات وكنت قاعد زعلان ان هم ثلاثه بس فقال لي مش ممكن الطبعه ده. قال لي حلو قوي كده. Wir haben dann Modest gesehen heute, dass er ein Tor geschossen hat. Können wir jetzt sagen, dass Modest hat angefangen, dann seinen ersten Spuren bei den Ahli dann zu machen? Es wurden heute keine viele Flanken gemacht, obwohl wir haben einen Stürmer, der sehr gut mit Kopfball spielen kann. Es waren nur zwei in der ersten Halbzeit und zwei oder drei in der zweiten Halbzeit. Und wir haben das nicht ausgenutzt, dass wir so einen Stürmer haben, der kopfballstark ist. Warum? Ja, ist so, dass er natürlich noch weiter intensive Trainings braucht. Das ist so. Er hat natürlich nicht mit dieser Intensität trainiert, jetzt auch da, wo er sich fit gehalten hat. Und das ist sicher wichtig, dass er auf unserem Level dann so schnell wie möglich auch sich noch weiterentwickelt. مهم جدا برضه نعرف ان احنا بنحاول ان احنا ناهله بدنيا ان هو يرجع بسرعه ويبقى على المستوى والشده بتاعه الماتشات بتاعتنا. لان هو كان قبل ما يجي كان بيحافظ على نفسه في تمرين بس مش في الليفل بتاعنا ده خالص، كان في ليفل اقل بكتير عشان يقدر يحافظ على نفسه. فقعد فتره ما بيتمرنش بالشده دي، فانا بحاول ان انا ازود الشده عليه وبحاول ان انا اعلي له مستواه البدني بسرعه عشان نقدر نستفيد منه باسرع وقت. Und ich denke, er hat dann schon auch, also jetzt, wenn man das ganze Spiel von ihm anschaut, hat er drei, vier Möglichkeiten, wo vielleicht ein bisschen was gefehlt hat, die Präzision oder die Genauigkeit dann vielleicht auch von den Flanken. شفنا بعد كده هو لو شفنا بصينا على الماتش كله هو خلق حوالي ثلاث او اربع فرص قدر ان هو يظهر فيهم.
لكن كان ناقصين حاجه، ناقصين الدقه، ناقصين شويه بعض الحاجات. التاتش الاخير كان عنده، ما كانش، كان ناقصه حاجه النهارده. اول عرضيات نفسها ما كانتش جايه له باحسن حاجه. Also das heißt natürlich, wenn wir auch einen kopfballstarken Spieler haben oder Stürmer haben, heißt das nicht automatisch, dass wir unser ganzes Spiel umstellen. احنا برضو بس في نفس الوقت لو انا عندي لعيب بيلعب بدماغه كويس، ده مش معناه برضو ان انا اغير كل سيستم الكره بتاعي وفلسفه الكره بتاعتي كلها اقلبها. Aber es ist natürlich die Möglichkeit und wir sind froh, haben wir jetzt da im Zentrum auch einen kopfballstarken Stürmer, dass wir das natürlich noch dazu nehmen können. Ne? Also auf der einen Seite das Spielerische, das wir wollen, auf der anderen Seite aber auch, dass wir Flanken spielen können, dass wir die Präsenz da vor dem Tor haben. لكن طبعا دي ميزه، وتبقى ميزه كويسه وميزه قويه، واحنا فرحانين ان احنا عندنا لعيب بيلعب بدماغه كويس اخيرا، بيقدر يلعب جوه ال 18 بدماغه، فتبقى فرصه ان احنا يجي لي فرصه للعرضيات العبها عشان خاطر ان انا استغلها، لكن مش هتبقى هي الكره بتاعتي كلها عليه هو بس. مبروك الفوز. كاتوري غدا في دنزيك. عايز اسال حضرتك عن امام عاشور. يفضل امام عاشور في الملعب. بدأها اساسي معاك، بدأ في نص الملعب. النهارده لما نزل بديل، هو نعم سجل جول، بس حضرتك بدأت بيه يعني نزلته جناح. هو سجل جول لما دخل في قلب الملعب. هل حضرتك ناوي تلاعب امام تلعبه في مراكز ثانيه بنص الملعب، سواء مركز 8 او 10 بضبع الجناح، خصوصا ان كان في اجنحه احتياطي موجوده النهارده وما شاركتش خالص. هل امام مستواه في التدريبات كجناح افضل من مستوى اللعيبه الثانيه اللي قاعده على فكره وما نزلتش؟ قلت ثلاث اربع اسئله على فكره في سؤال واحد. Imam hat heute dann zuerst gespielt als links, also in der linken Seite und nicht im Mittelfeld, wie wir gewohnt von ihm letzter Zeit. Dann nachher hat er ein Tor geschossen, als er wieder dann im Mittelfeld auf die Position 8 gespielt hat. Sehen Sie Imam dann, dass er in mehrere Positionen, oder möchten Sie ihn probieren in mehrere Positionen dann auf dem Platz? Oder ist er besser als die Flügel, die wir haben im Training und deshalb dann wollen Sie ihn dann an der Seite spielen lassen? Oder wie planen Sie mit Imam dann aktuell? Ja, also ich glaube, dass ein Spieler ist, der halt auch vor allem auch im Zentrum auf verschiedenen Positionen spielen kann. هو بس عشان نبقى عارفين، إمام لعيب عنده قدرات كبيرة جدا، يقدر يلعب في مركز كتير جدا في نص الملعب. سامي hat mir gesagt, dass er eigentlich auch auf der linken Seite begonnen hat, also früher, dass er da. كابتن سامي أمصان كمان كان قال لي إن إمام بدايته كان أصلا جناح شمال. Er ist natürlich einer, der dribbeln kann, der Schnelligkeit hat und das ist natürlich auf den Außenbahnen von Vorteil, wenn man das hat. هو لعيب عنده قدرات عالية في المراوغة وعنده قدرات، عنده سرعات، ودي تبقى ميزة قوية جدا ليك كلاعب على الخط. Aber wir haben ja auch gesehen, dass das auch in der Mitte ein Vorteil ist, wenn man dribbeln kann und gut schießen kann und so hat dann auch das Tor gemacht. Und, Er hat ja nur 10 Minuten auf der linken Seite gespielt und dann war er wieder in der Mitte. بس هو ورينا النهاردة ان الامكانيات دي، ان امكانيات المراوغة، الترقيص والشوط كمان بتستغلها، ممكن مش بس على الخط لكن كمان في نص الملعب، فجاب جون حلو جدا. هو ما لعبش النهارده غير 10 دقايق بس على الخط جربته فيها، لكن هو لعب في مكانه في الاخر. بس بس شكرا. على فكره هو توقع، قال لي هو هيبقى سؤالين بس. طبعا واضح حالة الرضا الكامل بالنسبة لمستر كولر على المباراة وأحداثها وتألق النادي الأهلي النهاردة، واتكلم عن موديست، اتكلم عن إمام عاشور، اتكلم عن الفريق ككل، اتكلم إن هو ليه سياسة وفكر وأسلوب هو بيتبعه مع لعيبة النادي الأهلي في هذه الفترة، وهنتكلم فيها بتفاصيل أكتر ولكن بعد الفصل. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، طبعا استمعنا لمستر كولر والراجل بيتكلم، يعني هو بيتكلم بمنطقيه بواقعيه، حتى لما سئل عن موديست والحاله بتاعته هو قال ان هو بجهزه بدنيا، بيدفع بيه في الماتشات لحد ما يتاقلم ان شاء الله مع الفريق ويوصل لاعلى حاجه. اتكلم عن ان دي فلسفه، اتكلم عن امام عاشور. وبمناسبه امام عاشور، شمع امام عاشور في خلال 5 مباريات مع النادي الاهلي
ساهم فيه 4 أهداف، 3 تمريرات حاسمة، وسجل النهاردة أول هدف ليه مع النادي الأهلي. كنا بنتكلم على الجاهزية وأنت كان ليك وجهة نظر واتكلمنا فيها، ولكن لو اتكلمنا بقى عن مكاسب مباراة اليوم هنلاقي المكاسب والإيجابيات كتير بجانب الفوز. منهم أو أهمها من وجهة نظرك أو أهم النقاط الفنية اللي أنت رصدتها النهاردة من مكاسب النادي الأهلي؟ مبدئياً 3 أهداف يعني ده مكسب. أنا طبعاً أنا بقول لك ما غزارة أهداف، يعني يعتبر 3-0 دي تعتبر هيفسكو كويس. بقى عندك بدلاء. خلي بالك أنت في فترة ما تحسش ان عندك. طب خلينا بمناسبه الاهداف يا كابتن اسامه نشوف لا ممكن تجيبها لنا من البدايه بعد اذنك، لو من البدايه، عايزين بدايه اللعبه بس عشان نشوف الاختراق اللي عمله اليو ديانج توقيفه. اولا تمريره حلوه جدا طوليه اعتقد من فيرستاو. ثانيا الاستلام في التوقيف يعني عينيه على الكوره واستلم استلام كويس. ممكن لو لعيب مش كويس ممكن تروح منه بعيد قوي، لكن مزبوط. هي بعدت سنه بس هو قدر يتصرف بالشمال تاني صح. وعدى طبعا توقيت خاطئ من كالوشا. ضربه جزاء سليمه 100%. اختراق مهم جدا من ديانج، واحنا قلنا ان مستر كولر ابتدى يدى ديانج من السنه اللي فاتت ادوار. هو ديانج كان معظم الفتره اللي قبل ما مستر كولر يجي كان بيلعب في مركز 6 اللي هي الوسط المدافع اللي امام المدافعين. ابتدى يلعبه في مركز 8، بيبقى بيلعب مروان عطيه هو اللي قدام المدافعين وهو يمين، وكان حمدي فتحي شمال قبل كده، دلوقتي امام عاشور او قفشه او اي حد ناحيه الشمال. بس من ضمن المهام الأساسية لديانج دلوقتي الدور الهجومي. أيوة والاختراقات صح. لما بيحصل ان توسعة من بيرستاو هو بيخش في المساحات الفاضية صح. او لو هاني مش موجود على الخط هو بيطلع صح. في الحتة الفاضية. ده الجول الثاني يا كابتن بلال نشوف الضغط. لا هات لنا الضغط من الاول من لعيبة النادي الاهلي. الكرة كانت مع ايمبي في نص ملعبهم، ابتدى هنا حسين الشحات هو اللي بيضغط وديانج مع بعض. حسين وديانج وتواجد قفشه قدام تمام مع مودست طبعا. ده الضغط دايما اي ضغط. لا انا معلش نجيبها تاني معلش من الاول وهنثبت اول ما حسين الشحات عمل الضغط. اوكي كويس ماشي يا كابتن. حسين ضغط وكمل حلو. بص كام لعيب من النادي الاهلي هنا وكام لعيب من انبي لما الكره تتقطع. بص ماشي نكمل. بص الكره اتقطعت، 4 لعيبه من النادي الاهلي مكملين على 2 لعيبه من ام. الخامس جاي اهو. تاو جاي الخامس كمان وكمان بيرس مكمل. وادي الخامس صح كابتن ماهر حماد. لا الضغط طبعا الضغط جيد جدا، وده اللي احنا كنا بنقوله دايما تحاول تضغط في المنطقه اللي قدامها تبقى اقرب للجول. كل ما تضغط صح يعني في نص ملعب الخصم كل ما تبقى اقرب انك تسجل هدف، لان انت مش يعني بتبقى المسافه ما بينك وبين الجول قصيره تمام. اهي من الصوره من هنا يعني من نرجعها تاني معلش. ايوه من هنا. بص انت بتضغط فين؟ بص حسين الشحات هتضغط فين يا كابتن؟ اهو في ثالث ملعب الخصم صح، في ثالث الدفاعي. ضغطت بكام واحد؟ ادي 1-2 مكمل قفشه تمام، وادي مودست كمان. وخلي بالك اللي لعبها مين؟ اللي لعبها لعيب انبي. طبعا انا بقول لك الضغط، ما انا بقول لك لما ضغطت عليه بالظبط كده هيلعب. هو طبعا التصرف بتاعه العجوز يعني مش صح، ولكن الضغط ده انت لما بيضغط عليك باثنين ثلاث لعيبه بتحاول انك تتصرف بسرعه في الكوره تمام، يعني مخافه ان انت الكوره تتقطع منك، فبالتالي هو اتصرف التصرف الغلط ده. خد مودست الكوره، هو عمل فنت حلو جدا تمام، يعني هو واقف الكوره عمل فنت كويس بقى مواجه للجول. هو الطبيعي ما تتحطش الناحيه دي يعني اي بي كوره يعني في اللي تتحط الناحيه الثانيه عكس المرمى، ولكن لما بتبقى لعيب يا كابتن انت جاي يعني وعليك ضغوط ما بتسجلش اهداف لسه مش جاهز عندك كل الحاجات ملخبطه بالنسبه لك، انت بتحاول تلعب اضمن حاجه بالنسبه لك. أيوه. بتحاول تلعب كره على الجول. ايوه بالظبط تمام، مش ما بتركزش انت بتحطها في حته فاضيه ولا صحيح. حته مقفوله ولا, ولا 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 لا، انت بتلعب الكوره على الجول. هو ده المعنى الحقيقي للهدف اللي سجله مودست. انت بتشوط الكره على الجول وخلاص. بتحاول انك تخلص الكوره
تمام. سبقتونا انتوا وجبتوا لنا الجول الثالث واحنا لسه بنتكلم على الجول الثاني. على فكره برضو انا لسه بكمل ما شالوا الجول الاول دخلوه على الجول. هنرجع لك هنرجع لك ثاني يا كابتن مسام. لا خلاص تمام. يعني هو الفكره من هنا ايه؟ من هنا ده اهي يا كابتن بلال. رجعنا لها ثاني ماشي صح. الفكره نكمل لحد ما الكوره توصل لمودست. الفكره من الضغط اللي هنا اللي عملته خلاص. بص هو عايز يتخلص من الكوره خلاص تمام. هو مدافع انبي عايز يتخلص من الكوره باي شكل بحيث ان الكوره ما تطلعش منه. فالضغط ده خلى مودست راح وعمل فنت كويس قوي. بس كان الطبيعي بقى ان انت حطيتها ببطن رجلك في الزاويه العكسيه. ده الطبيعي تمام. لكن ده واحد بيحط الكوره في الجول يعني الثقه ما عندوش ثقه كافيه تمام. ما عندوش. فهو بيحطها في الجول خلاص الكوره جت فعملت الفنت خلاص الجول بقى قدامي. فانا بقى بركن الكوره. هو لو رفع عينه سنه بس هو حطها على فكره. هو عينه يعني هو عينيه في الارض او هو وشه في الارض. هو لو رفع وشه عن الارض هيحط سهله جدا في الناحيه الثانيه. لان دي كان ممكن يعني دي فيها توفيق كبير جدا لان الكوره كانت بتطلع بره. يعني الكوره لو ما جاتش في رجل اللاعب كان ممكن تطلع بره يعني. لكن هي فيها توفيق. لكن هو عمل الكوره كويس يعني. هو الفنت اللي عمله حلو قوي. استلم كويس واستلم كويس مظبوط. وكان الطبيعي يا كابتن انه يحطها في الزاويه العكسيه. وده كان الهدف اعتقد الهدف الثاني للنادي الاهلي. وبصمه للعيب تديله ثقه في ما هو قادم يعني. مزبوط. طبيعي جدا عارف جاي من بعيد مش جاهز بدنيا. المدير الفني اتكلم عليه في المؤتمر الصحفي ان انا عندي لعيب مش جاهز بدنيا ما خدش نفس كميه الجرعات التدريبيه الكبيره اللي اخذتها كل اللعيبه. فبالتالي هو مش جاهز تمام. صح. خلاص احنا ايقنا انه مش جاهز. بتبقى محتاج ايه وانت مش جاهز؟ محتاج ماتش حلو بالظبط سهل تجول تجيب جول جولين ركله جزاء تشوطها فاهم قصدي شوطه حلوه الناس تسقف لك ترقيصه جيده وانت جاي تمام. صح. تاخد تاخد يعني بدنيا لما بتجهز بدنيا خلاص هتاخد الثقه وانت شغال. صح. صح. على عكس ما يعدي ماتش في الثاني في الثالث في الرابع ما تسجلش اهداف وانت راس حربه وانت يعني الطبيعي انت جاي من ليفل A والعين عليك. انت جاي من ليفل A جاي من المانيا بتلعب بروسيا دورتموند يعني بتلعب في فرقه بتلعب في الشامبيونز ليج. فطبيعي جدا انت جاي من ليفل عالي جدا فانت عليك ضغوطات كبيره جدا. هو ممكن يكون الناس شايفه ان هو معلوش ضغوط. لا هو عليه ضغوط كبيره جدا في البونز ليجا طبعا جاي عليه ضغوط كبيره جدا 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 جدا. لعيب جاي الطبيعي انه كل ماتش بيسجل هدف او اثنين ده طبيعي جدا. فالنهارده يجي اول ماتش ما يسجلش ويلعب بشكل سيء ثاني ماتش الدنيا مش احسن حاجه تمام. النهارده لو ما سجلش الامور طبعا الدنيا هتسوق نفسيا هتسوق بالنسبه له. فكان هو محتاج هدف تمام عشان يعني يقدر يكمل الفتره اللي جايه في الاجواء. صحيح. ضمن الحاجات كمان بلال ايمن ان الراجل تجهيزه للاعبين بعد نهايه كل مباراه بيعمل ثاني يوم طيب. مباراه تجريبيه ده الهدف الثاني برضه. ناخد الهدف الثالث مع كابتن ماهر وبعدين نتكلم في الفنيات. ماشي. ده الهدف الثالث يا كابتن. ده طبعا مساعده ومسانده بس احنا عايزينها من البدايه. لو في اللعبه دي من قبل كده هي جايه من هنا. طيب ماشي. هي عموما هجمه كابتن هجمه للنادي الاهلي وبعدين هنا المساعده والمسانده في حته ان انا بعمل باص للي في وشي سهل اللي هو علي معلول اللي متمركز بشكل جيد جدا جدا تحت الكوره. بس هنا بقى هنقف هنا بس. بص يا كابتن احنا لو بصينا على لعيبه امبي واحد مع امام عاشور مضايقه قدامه واحد ماسك كهربا اثنين واللي ماسك كهربا مش بص على كهربا وبص على امام عاشور بص على امام والثالث مترقب ان هو يخش على امام نشوف امام هيعمل فيها ايه. اتفضل كمل. هو طبعا احراز الهدف بيبقى ميزه للمهاجم اكتر من المدافع. المدافع بيبقى خطا المدافع في التمركز. هم موجودين في المنطقه لكن ما حدش ماسك حد ايام زي ما احنا بس انا كهربا. عايز اوري لك الكهرباء عمل ايه يا كابتن. كهرباء فتح ليه دور بالظبط كده. كهرباء كان ليه دور في الكوره دي بالظبط يعني انا عايز بس الكوره دي خد الراجل في ظهره ايوه بالظبط وسع له السكه ايوه وده ذكاء من كهرباء طبعًا. كهرباء عنده طبعًا. من الخبرات شريف وخد الراجل بص ازاي ايوه دي حجز الراجل بدون ما يعمل فاول بالظبط وبعدين طبعا انطلاق فتح لامام عاشور بالظبط فتح له الجبهه السكه فاضيه امام طبعا لما شاف قدر طبعا يصوب تصويبه جيده في الزاويه الضيقه لسه بلال كان بيتكلم على ان مودست حط في الزاويه الضيقه الصعبه كان ممكن يعملها في الزاويه البعيده لكن هنا امام هي دي الزاويه الضيقه اللي قدام امام يقدر يسجل من خلالها هدف جميل بمهاره بتصويب
بجرأة كمان لو احنا هنلاقي ان الهدف ده ايمن هدف مركب بشكل كبير توقيفة وتوغل وشوتينج وشوتينج وتحديد. بس خلي بالك دي شخصية إماء، يعني دي شخصية لعيب النادي الاهلي ودي متواجدة في إماء بالظبط، لان احنا كمان اتكلمنا في حوارنا شخصية لعيبة كبيرة ان انك انت عندك لعيبة في الخط الامامي، لعيبة ذو ثقل، لعيبة فعلا مميزين، لعيبة بتصنع الفارق في تلت ملعب الخصم. عايز اقول لك كمان حاجه ايمن، ان لعيبه النادي الاهلي بقى عندها كثافه عدديه السنه دي بالذات داخل 18 الخصم باكثر من 4-5-6 لعيبه، فدي برضك من ضمن الحاجات اللي اضافها مستر كولر في الشق الهجومي للعيبه النادي الاهلي، انك انت يبقى عندك عدد وكثافه داخل 18 عشان احساس ان احنا نقدر نجيب هدف صح. لكن قله المهاجمين داخل ال 18 هيبقى الفرصه صعبه جدا انك انت تجيب هدف عادي. مظبوط يا كابتن معاك. نكمل بقى، هنرجع برضو بعد كده لكابتن اسامه، بس نكمل اهم النقاط الفنيه كابتن ماهر. اهم النقاط الفنيه انا عندي نقط كتبتها كده وانت بتسالني السؤال ده. ناخد نقط. يعني مثلا هنتكلم على استراتيجيه المباريات. كويس. الراجل اللي بيحضرها بيشوف الخصم وبيبدا يشتغل عليه من نواحي الدفاعيه ومن ناحيه الهجوميه. كويس. الضعف اللي موجود عنده ايه اقدر استغله، اللي عنده مهاجمين مميزين ازاي اقدر امسكهم، دي بيسموها استراتيجيه المباراه قبل المباراه. النقطه الثانيه طرق اللعب، الراجل بقى عنده طرق لعب مختلفه، يقدر يلعب 4-4-2، يقدر يلعب 4-3-3، يقدر يلعب 4-2-3-1، وده اللي مساعده اللعيبه. بس بالظبط كده اللي مساعده اللعيبه. هقول لك ايه، ان انت عندك تقريبا بالظبط تقريبا من 16 ل 17 لعيب بتتكلم على قوام اساسي بالظبط، ممكن اكتر كمان، ودي نسبه عاليه ممكن تكون يعني ما تلاقيهاش في فرق كتير يعني تلاقي فرق عالميه طبعا يعني، انما في مصر صعب، ما تلاقيهاش. الكباتن اتكلموا في النادي الاهلي وقالوا الدكه فرقه غير الغايبين. لا وانت لما بتتكلم يا كابتن على الدكه على فرقه النادي الاهلي مثلا النهارده لو اتكلمت على فرقه النادي الاهلي، ال 11 اللي بيلعبوا اساسيين ودوليين كمان. نشوف اللي بره، احمد عبد القادر اساسي، طاهر اساسي بالظبط، كهربا اساسي صح، امام عاشور اساسي، عمرو السوليه ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه اساسي، اكرم توفيق اساسي بالظبط كده. يعني انت بتتكلم على 16 17 لعيب ده قوام اساسي صح، ده مش متواجد غير في النادي الاهلي ولا موجود في افريقيا ولا موجود في اسيا. وخلي بالك صراحة يعني. وخلي بالك ده كمان هيسهل كتير من ماموريه مستر كولر. ايوه لان احنا كمان يا ايمن خد بالك في صعوبه، بنلعب كل 3 ايام وبعدين رايحين من بطوله لبطوله، فدي كلها لود على اللعيبه، اذا ما كانش عندك لعيبه جاهزه، اذا ما كانش عندك لعيبه الفتره اللي جايه ثبات في التشكيل، حتى التدوير اللي بيعمله مستر كولر بيعمله باحترافيه بشكل كبير. فدي كلها جوانب بيشتغل من خلال الاداره الفنيه. يعني انا كمان عايز اتكلمك على التشكيل برضك من النقط كمان المميزه، تشكيله الفرق تشكيله اللعيبه من خلال المباراه. مش اي حد بيختار مستر كولر للمباراه الا اذا كان جاهز بدنيا فنيا تكتيكيا، راجل بيأدي له المهام اللي هو بيأديها. بس هو في حاجه قالها، عندك اقوى خطوط موجوده دلوقتي في من حراسه المرمى من خط الظهر نص الملعب للمهاجمين صح، اقوى الخطوط موجوده في النادي الاهلي على مستوى القاره الافريقيه. فدي برضك من ضمن النقط اللي تحسب لنتائج الفريق خلال الموسم الماضي، 5 بطولات مع مستر كولر في 7-8 اشهر، دي برضك بتعتبر نقطه مهمه جدا يا ايمن، ما حصلتش وتحسب لتاريخ الراجل وتحسب للاعبين. اختيار اللعيبه المحترفين اختيار اللعيبه المحترفين لاجل الخريطه اللي الراجل بيرسمها، اختار لعيبه مؤثره. احنا شفنا النهارده امام وشفنا رضا من اللعيبه المؤثره بشكل كبير جدا، قدر النادي الاهلي ولجنه التخطيط قدروا ان هم يعني دعموا بيها الفرقه. هو في نقطه ايمن، بس امام مش محترف بس في نقطه من لا من ضمن التدعيمات يعني. بيعتبر في نقطه قالها الكابتن بلال على موضوع برضو لما بتلعب انت خصم معين، انت حضرتك قلت ان هو بيدرس الخصم قبل ما يلعبه فمثلا هو بيلعب النهارده انبي مع احترامنا الكامل لفرقه انبي، بس هو شايف ان الظروف اليومين دول او الفتره ديت مش مساعده انبي ان يظهر بالمظهر الكويس، فقال لك ايه، طب ده انا استغل الفرصه دي العب 4-2-3-1، لو خصم تاني غير انبي ممكن كان ممكن ما يلعبش 4-2-3-1. كما لما حط عليه ضغط، لما حط عليه ضغط تاني شوط وانبي فتح خطوطه وحاول يهاجم راح منزل مين؟ كوكا.
عشان يظبط الحته بتاعتها. لا بس هو ده في حته وراح مخرج البلاي ميكر ومشي وخلى كوكا يعمل له انضباط شويه مع مروان عطيه. ما كانش بالخطوه على حسب ظروف المباراه. أيوة الدنيا بتبقى ماشيه. وانا اتمنى ان انبي ده يلعب زي ما لعب تاني شوط كده. اتمنى ان هو دايما يبقى عنده الجرأه في ان هو يبقى بيهاجم وعنده شويه لعيبه مش وحشين، لعيبه كويسه جدا. ف الظروف الماتش نفسه ومعطيات الفرقه اللي انت بتلعبها قدامك هي اللي بتحدد لك انت هتعمل ايه. والامكانيات بتفرق بقى في الاخر، الخبره اللي هنا مش زي الخبره اللي هنا. انت واحنا بنلعب عندنا فرقه كامله قاعده بره، انت بقى الكوتش مستريح نفسيا وعصبيا وكل حاجه. انت لو اتاخرت بهدف بتبقى راجع. كابتن في الكوره دي برده هجمه برده صنعها امام عاشور لكهربا، جمله جميله، جمله حلوه يعني. دي من ضمن الجمل ده كريستو ده كريستو. دي من الجمل اللي اتعملت حلوه حلوه. دي من الحاجات اللي انا زعلت عليها النهارده يعني. كان بالمره كان لازم تيجي جول، كان بالمره كريستو مزبوط. يبقى جوه ال لا وكان لازم تيجي جول اللعبه دي اتعمل فيها كل حاجه. نبدا من لونج بس اللي اتلعب، معلش ممكن تجيبها لنا من البدايه. ايوه هنا جميله من هنا. ده طاهر ده مين ده؟ لا ده طاهر. طاهر ده طاهر محمد طاهر. طاهر لعبها لامام في الجزء الفاضي. امام الساحه الفاضيه جابها وكمل خلاص. خلاص فرقه انبي بقى بتفكر انها تبقى عندك موجوده هناك. بس بص بقى انطلاقه، بص كهربا وهيعملها لكريستو وهو بيجري سكته دي. دي كان ناقص انها تيجي جول. صحيح يعني. يعني جمله اتعملت حلوه قوي. حلوه صدق كهربا لو خدها وان شوت على طول. لا وهو عملها حلو لكريستو. بص هو عملها جول لكريستو برضه. ده هي اللعبه اميز ما فيها اللعبه بتاعه كهربا مش كده بقى. بالظبط كده يا بلال. شوف رايك بقى. شوف الجرأه وكثافه يقول له خد جيب جول لعيبه النادي الاهلي. صعب شوت يا كابتن برضك يعني. شوف الجرأه وكثافه العدديه صعبه شويه. كل الناس رايحه واحد اثنين ثلاثة. بص لعيبه النادي الاهلي بتفكر في بعض ازاي. شفت لعيبه النادي الاهلي عايزه موديش ده يجيب جول النهارده ازاي؟ بيساعدوا بعض النهارده. بيساعد الراجل ده ازاي؟ انت عارف انها لما قفلت هنا كان عنده اختيار. برافو عليه كان عنده اختيار تاني. مزيكا ان هو زي الخماسيات. مزيكا زي الكره الخماسيه. انت محتاج لعيبه حواري يا جماعه. لا ما هو لا هو مميز. هو مميز بس هو عايز يجيب جول. نكمل كمان. بص طاهر لو اتلعب انت طاهر الجول فاضي. يقول له اديني اللي بيوصل اللي بيوصل فينا للمنطقه دي خلاص ما بيشوفش حد. مميز الماتش النهارده يا كابتن ان انت قدرت تستغل اخطاء انبي. تمام. وده اللي انت محتاجه للفترات اللي جايه كلها. انت محتاج تشتغل ثغرات على عيوب الخصم اللي قدامك. يعني النهارده انبي الرقابه وحشه جدا. فالجول حتى بتاع امام عاشور الثالث لو جيت تبص عليه انت ثلاثة من لعيبه النادي الاهلي وسط ستة من انبي بس ما فيش اي رقابه. تمام. فانت قدرت تستغل الحته دي كويس ان هم ما بيراقبوش كويس. التمركز بتاعهم غير جيد. ممكن يكون في يعني كثافه عدديه ما فيش مشكله، لكن الكثافه العدديه دون الرقابه تمام ده بالعكس لا تمثل اي شيء. مظبوط. انت ممكن تبقى تعمل عيب على فرقتك. حتى كمان الكوره اللي بتاعت عاشور دي هو طبيعي جدا ما يبقاش بالمنظر ده اربعه من النادي الاهلي بقى ضد اثنين. بص برده ده لونج بس هتهلنا برده من عشان برده لونج بس من بيرسي تاودي لحسين الشحات. الكره العكسيه سلامه حلوه قوي. خد بالك بيلعب خمسه يعني ديفنس وبيخترق وبيتلعب عليه كره عكسيه صعبه جدا يعني. صعبه ما تلاقيش في اي فرقه في العالم. حسين عملها حلو قوي. حسين عملها حلو والثلاث لعيبه حلو جدا 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 جدا. هو بدلك حقيقه دي من دي مهاره فرديه انفرادية وقدرات من احلى الكرات طبعا. هي والكره هي والكره بتاعت كريستو دول احلى اثنين. احلى من الجوان كمان اللي جت حقيقي. احلى من الجوان كان لازم يجيب جوان. دول احلى من الجوان بيها يعني. ايوه كابتن صراحه يعني لعبت حلو جدا. دي واللي فاتت مظبوط صحيح. هم دول احلى كورتين في الماتش رغم ما جابوش جوان. بالظبط وما جابوش جوان. يعني بص السانده بتاعت كهربا دي رائع جدا. لا عملها له هايله. حلو قوي 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 قوي. هي بقى هو بدلك طبعا. هي حتى بص هاتلها لنا تاني وطاهر بيقول له العبها لي. ايوه هي دي جول صراحه يعني. هي دي لازم تنهي بص جول. ايمن كمان طاهر عمل لونج باص وكمل سبحان الله وبقى فين. كمل بقى فين مظبوط. كمل السكس يارد. زي ما انت بتقول انه كريستو عايز يجيب جول. ايوه بالظبط يعني عايز. خد بالك الراجل بيديله كل ماتش. شريف تمام. خد بالك ده اقتناع. ايوه الراجل بيديله كل ماتش. جميله جدا. قال انا جوه ال 18 قدام الجول وانت مهاجم برضك. مظبوط لا المهاجم
واسامه كان بدر جون. بندور على سنتي. صح. هو محتاج عايز يجيب جون. بس هو برضو انا اقصد لو هو بيلعب على طول كان ممكن يعملها لطاهر. كان ممكن يعملها لطاهر. هو جايب جون قبل كده هيعملها. لعب 10 دقايق او ربع ساعه عايز يجيب جون. نفسه يبقى ليه بصمه كابتن برضو. خد بالك يعني الراجل خد بالك الراجل واضح انه مقتنع بيه. بيديله كل ماتش. يعني الماتشات الاربعه اللي فاتت بياخد كل ما وراه بيلعب وهو على فكره وبيأدي بالظبط. خد بالك المباراه اللي قبل اللي فاتت حاطط كوره في العارضه وشايط كوره بعديها جنب القائم والجول مطلع كوره. يعني انا شايف انه عايز هو لعيب عايز ممكن ما وصلش للفورمه انه يبقى يعني في ال 11 تمام لكن انا شايف انه عايز بيحاول بيقاتل في أيوة. انت برضو كمدير فني محتاج النوعيه دي من اللعيبه. خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه دايما انت كمدير فني بيبقى عندك رؤيه لقوام اساس حقيقي طبعا وبتبقى حاطط في البودله تقول ايه في حاجه كانت قال ان ايه بديل كوف صح فهو معتمد هو مقتنع جدا بكريستو حلو عشان كده ابتدى يديله وكريستو على فكره زي ما انت بتقول بيأدي وبيجيد وانا شايف ان هو بيعلى من ماتش لماتش حتى في الاوقات اللي بياخدها ما خد بالك هو في بعض الاوقات بيديله على حساب طاهر محمد طاهر بالظبط مع ان طاهر كان بالنسبه له السنه اللي فاتت كان يعني ده تغييره اساسيه بالنسبه له لكن السنه دي ابتدى يزق كريستو ويقلل من طارت فده واضح ان دي قناعه من الراجل أيوة. وامكانيات الراجل على فكره تسمح يعني امكانيات كريستو تسمح أيوة. هو لعيب كويس لعيب أيوة. مجتهد خد بالك لعيب بس انت الفكره كلها انت برضو كان خد بالك يا كابتن انت لما بتلعب مع مجموعه لعيبه في البوزيشن بتاعك كويسين شايلين يعني. طب لا كويسين وانا كلاعب قاعد بره الموضوع بيبقى صعب برضو عليك خد بالك فاهم قصدي يعني انا احسن شحات الموسم اللي فات مكسر الدنيا تمام بيرسي تاو مكسر الدنيا جيرد اسليم السنه دي تمام في كان لا وفي احمد عبد القادر كمان فانت يعني. النهارده انت بتدور تبقى رقم كام صعب انك تبقى خمس الخامس تمام او الثالث مثلا عشان لو افترضنا ان هنا اثنين وينج اليمين في اثنين وينج شمال في اثنين فانت بتدور تبقى رقم ثلاثه فمحتاجه وقت عشان تبقى رقم اثنين تمام محتاجه وقت كبير جدا ومجهود رائع جدا ومحتاجه توفيق عشان تبقى رقم واحد فهو بيقاتل عشان يبقى رقم اثنين في الوقت الحالي تمام بيقاتل لان اللعيبه اللي موجوده الكواليتي اللي موجوده عاليه جدا يعني كريستو بيلعب ناحيه الشمال مين بيلعب ناحيه الشمال اساسي حسين الشحات مين احمد عبد القادر كمان برضه مين كمان رضا سليم كمان بيلعب في الحته دي دلوقتي بيلعب ناحيه الشمال فاهم قصدي فانت النهارده بتقاتل علشان توصل تبقى رقم اثنين او ثلاثه مش بالظبط مش رقم اربعه بالظبط فالراجل شايف انه يعني بيشتغل ما جابش جول بس يعني برضه شغال بيحاول كل مباراه بيحاول بيقاتل احنا هيجيب. مش حاسس مش شايفين قدامنا لانه لسه ما سجلش يعني النهارده احنا شايفين ان امام عاشور بيأدي لكن النهارده بصمه حقيقيه بالنسبه له سجل هدف يعني هو التاريخ بيقول كده الماتشات بتقول كده دايما انت بتبص على النتيجه في الاخر انا عملت ايه سجلت هدف فابتديت خلاص اسمي ابتدى يتردد ده انا النهارده جبت جول فالنهارده لو سجل هدف هيتحط اسمه برضه وهيبقى يعني الراجل هياخد هيبقى فيه ثقه اكتر بالنسبه له وهو كمان هياخد ثقه في نفسه اكتر بكتير جدا لان لعيب جاي لعيب عنده سرعه ولعيب عنده مهاره وبيعرف يعمل ثرو باس بيعرف يشوط يعني عنده امكانيات عشان كده زي ما قال الكابتن اسامه وكابتن ماهر وكابتن شريف على موضوع الكره اللي دخل بيها كريستو انا مع كابتن اسامه كان لازم يحطها طبعا انا مع كابتن اسامه 100% كان لازم يحطها لو ده بيجيب الجوال وبيلعب والدنيا مريحه بيعمل كده يقوم حاططها بالعرض كده كان هيبقى جول مزيكا مشكله كريستو زي ما بلال قال انا شايف كده انت لعيب عايز يلعب كتير وده في وجود اللعيبه اللي موجودين في النادي الاهلي في مكانه دلوقتي صعب يعني في وجود حسين الشحات بالحاله اللي هو فيها في وجود رضا سليم بس اتصاب في وجود بيرسي تاو في وجود رضا سليم هو احمد عبد القادر هو يعني ايه عنده زي ما بلال بيقول سرعه بيحاول بس انت ما تقدرش تقول ايه ان هو ده الاساسي بتاع الاهلي او نمره اثنين فهو بيحارب على نمره اثنين عايز يلعب كتير بالظبط فهل كان في مصلحته انه يروح في مكان تاني حتى جوه مصر ويلعب يعني يروح فرقه اعاره ويلعب كتير يعني يبقى متواجد في الملعب على فترات متباعده يعني بس تلعب في وسط مجموعه النادي الاهلي انا هقول لك الكره اللي عندك هتلاقيها تلعب في وسط مجموعه النادي الاهلي هتخش ال 18 وشريف واسامه المنافسه الشريفه بقى اللي موجوده بين اللعيبه لصالح التيم
فريق. فهي دي حلاوه النادي الاهلي وحلاوه اللعيبه دي. في مكان تاني ممكن يلخبط لك الدنيا. ما انا عندي بلال وعندي شريف وعندي سبق النجوم، ومش هقدر احكمها ازاي، هقدر اربطها ازاي. فالنهارده انت النجوم دي عشان عارف ان هي بتلعب في اكبر نادي في القرن، نادي القرن في افريقيا واسيا. فالنهارده دي برضك يعني معادله في منتهى الصعوبه. عندك زي ما اسامه قال لعيب واحد واثنين وثلاثه في المكان، وده عايز يلعب وده عايز يلعب وده عايز يلعب، ممكن يبوظ لك الدنيا. بس هو عدد الماتشات طبعا مع الوقت انت قلت عليه على الجاهزيه والتدوير بالظبط، هو ده اللي ماشي عليه. لكن النادي الاهلي طول عمره مدرسه، يقدر يحتوي اللعيبه الموهوبه بهذا الشكل. صحيح. في نظام وسيستم ومدير فني ولائحه وجمهور ومجلس اداره ولجنه فنيه، فحاجه بتحسب بصراحه للمنظومه ككل. منظومه كلها مظبوطه كده. دي معانا الكره دي بتاعت الشناوي. ماشي. نجيبها من البدايه، نجيبها من بدايه اللعبه. ايوه، البدايه كانت ناحيه اليمين يا كابتن شريف. الكره دي كده يا كابتن ايمن، اولا ما ينفعش الفينت ده يحصل في الشكل ده، وبعدين الراجل ده يبقى فاضي ويوصل للمنطقه دي بالسهوله دي. طبعا الشناوي والاجاده و قفل الجون، طلوعه في وقت مناسب جدا. صح. كويس. التايمنج اللي طلع فيه وقطع الكره فيه من مع الشوطه، فتح ايده كلها زي حراس المرمى بتاعت كره اليد يعني. في الهاند بول قفل فبجسمه ووضعيته. الراجل الثاني طبعا الفيرويد ده لو من النادي الاهلي كان حطها له في الارض كده اتغيرت، اتخض او تشيب من تحت، اتخض استعمل قوه اكتر من دماغه. اللعيبه دي عشان مش متعوده انها تروح على الجون على طول. ايوه اتخض. يبقى انت ما تتكلمش على كريستو بقى. كويس يعني. لا بس هو الشناوي طلع هايل هايل، فهمت انا دي. فهو حطها وقفل عليه في صدره وفي وش الشناوي. هو الشناوي عمل الصح في الكوره. هو عمل الصح في كل حاجه، توقيت صح، لكن هو الثاني من الفرويد يعني ما فيش خالص ابيض. اتخض يا ابني، حط قوه وخلاص بلغه الكوره كده. اتخض، مش حد في العالم يعمل كده. تعالى، مفيش فرد في العالم يعمل يشوط الكره بالطريقه دي في الحته دي في التوقيت ده. فاهم قصدي؟ يعني لازم ده شفت واستعمل قوه بس. واستعمل قوه بس. انت شفت شفت امام لما دخل في الحته دي؟ ما صدق، ما شاء الله. صح. اوف، حاططها حاططها حته صعبه جدا. تايمنج هو مركز وعارف لو بقيت في المنطقه دي وفي اللحظه دي هنفذ ازاي، وهو شايف كمان يعني. بس هي بتفرق ما بين لاعب ولاعب برضه. ما هو ده اللي احنا بنقوله. ده ما هو كريستو جات له واحده زي دي النهارده، خدت بالك؟ ادام بتروح على الجول. لا بس كريستو كانت صعبه يا كابتن. ضيقه شويه يعني، ضيقه جدا. ضيقه شويه. لا دي اسهل المفروض. دي اسهل جدا. طب كريستو لا، وكمان المسافه كانت المسافه لسه ما كانش لسه الشناوي قفل عليه. كانت يعني سهل يحط بشماله بيمينه في اي حاجه يعني. بس عايز اقول لك يا بلال يا شريف، هي ثغره دفاعيه اكيد برضك يعني تحسب لمهاره اللاعب. اوف، ما هو يقدر يخترق طبعا. وكمان التنظيم الدفاعي بالنسبه لنا ما كانش ايجابي. يعني الناس داخله سلبيه قوي على الكوره. خلاص، ما هو الراجل كولر وهو قاعد بيتكلم، مستر كولر قال لك احنا بعد الجون الثاني اطمنا خلاص. هو تقريبا الماتش انتهى على المباراه والكلام ده، وهم حاولوا يزودوا من الشكل. رجع الفرقه زي ما اسامه قال، ممكن ترجع الفرقه يعني. لو جه جول كان ممكن يدي ثقه للام. الكره دي في الدقيقه الاولى، في الدقيقه الثانيه، في الدقيقه ال50، في الدقيقه ال60، في كل الماتشات بتحصل. ياما شفنا عرضيات. النهارده اتعملت علينا عرضيتين كانوا في كره ثابته كمان. بالظبط. مش هي دي بس يعني، النهارده كان في ثلاث اربع كور. كورتين شيف 55 و56 كان في كذا حاجه النهارده ممكن ترجع فريق انبي بالجرأه اللي هم كانوا موجودين. خلينا نتكلم على التغييرات يا كابتن اسامه. بس قبل ما اتكلم على التغييرات هتكلم على الانذارات. الانذارات كان مروان عطيه في نص الملعب وكان شد الخصم او جذب من الخصم، يستحق الانذار. الانذار الثاني لحسين الشحات. حسين الشحات لاعب متميز، لاعب عنده امكانيات هائله، عامل موسم ولا اروع السنه اللي فاتت ومكمل السنه دي ان شاء الله. لازم هي نصيحه من اخ اكبر ان ما كانش في سن والدك يعني. لازم تهدى عن كده شويه، لان انت لعيب كويس، مفيش ما يستدعي انك انت ان انت حتى لو المنافس استفزك، لا انا لازم ابقى ماسك اعصابي كويس قوي قوي قوي، لان انا ممكن في ثانيه اخسر فرقتي.
او فرقتي تخسرني، وممكن حكم ما يصبرش عليك، او ممكن حكم يروح طلع الاصفر على طول وبعدين انت تقعد تتناش معاه او تجادل يروح مطلع لك الاصفر الثاني في ثانيه بره. انت لعيب كويس ما شاء الله، فارق مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت في افضل مستوى ليك من ساعه ما جيت النادي الاهلي، وعامل حاله، وفي نفس الوقت انت عندك المهاره ولعيب متميز ما حدش يقدر يتكلم عليه، ولكن في اوقات لازم تمسك اعصابك شويه. ونفس اللي انا بقوله لك بقوله لمنعم وبقوله لهاني، انت بتلعب في النادي الاهلي، انت دايما المتميز، انت دايما الافضل، مفيش ما بصوا هتلاقوا الاستفزازات دي في كل حته، بتلعب في دوري محلي هتلاقيها في جميع المسابقات، كاس مصر، كاس سوبر، كاس في الدوري العام هتلاقيها، في افريقيا هتلاقيها، وفي افريقيا كمان لو انت بتلعب بره وحصلت منا كلام، احنا عارفين التحكيم، والتحكيم في افريقيا بيتاثر نوعا ما بالارض اللي بيلعب فيها، مهما كانت الاستفزازات هتلاقي استفزازات كتير جدا 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 من الانديه ومن اللعيبه، لانهم عارفين الفوارق اللي بينك وبينهم، فهو ياخدك في حته ايه، لا ده انا هستفزه، انا ارفزه استفاد، انا ياخد انذار في الثانيه يطلع بره. ما تدروش الفرصه دي، وما تديش الحكم الفرصه دي، لان في حكام ما بتستناش، وخصوصا في افريقيا، في افريقيا تلعب بره ارضك وهو بيبقى متاثر بالاجواء اللي حواليه، انذار في ثانيه هتجادل معاه ولا تتناقش معاه يروح مطلع لك الثاني بره. انت خسرت، احنا خسرناك، خسرت فرقتك، الحكم مش هيرجع في قرار حتى وان كان قراره خطا. فما تخلوش لعيبه الانديه الاخرى تستفزوك او يستفزوا لعيبه النادي الاهلي، لان في اكتر من لاعب بيستفز، وفي لعيبه بتمسك اعصابها وبتبقى عندها حته الثبات الانفعالي هايله، لازم كده. في لعيبه كتير جدا هتستفزك الماتشات اللي جايه، انا بقولش اللي حسين بقى دلوقتي، انا بقول لعيبه النادي الاهلي هيحصل، لان هم مش قادرين يجاروك في اللعب، فانا عايز اطلعك بقى بره اللعب، يروح واخدك في الحته دي، هتلاقي استفزازات كتير. لازم انت مع نفسك، لا لو حصل كذا لا يبقى انا رد فعلي والثبات الانفعالي بتاعي لا لازم يكون احسن من كده، اهدى من كده، انا عايز ابقى متواجد، مش عايز اخسر فرقتي، مش عايز اطلع بره الملعب، مش عايز كارت في الثانيه ابقى بره الفتره اللي جايه. هي دي نصيحه من اخ اكبر لاخ اصغر لعيبه النادي الاهلي عموما بصفه عامه، ولكن انا خصيت حسين الشحات، محمد هاني، محمد عمنم، لان بيستفزوا بسرعه جدا، هتلاقي الفتره اللي جايه الاستفزازات دي كتيره جدا جدا جدا. طيب كابتن اسامه، بنتكلم على التغييرات. التغيير الاول امام عاشور مكان حسين الشحات في الدقيقه 68. هو بصفه عامه فلسفه التغييرات متغيره جدا. لما اكون متعادل غير 1-0 غير 2-0 غير لما اكون طبعا في حالات بقى خارجه زي الاصابات والكلام ده. الراجل احنا جبنا الجون في الدقيقه 50 بالظبط، 51 الدقيقه دي هو بالنسبه له عارف الماتش، اكيد مش هنقول بنسبه 100% عارف ان الماتش خلص، بس بنسبه فوق ال 80-85% هو متاكد ان شاء الله الاهلي كسب المباراه، حتى لو لسه باقي 30-40 دقيقه. مظبوط. فساعتها خلي بالك فلسفه التغييرات ممكن تكون عشان تجهيز لعيبه اكبر عدد ممكن، صح، غير لو انا متعادل ممكن صح. ممكن ما اغيرش ولا واحد، ممكن استنى لتغيير في الاخر ممكن، لكن هي الفكره انك انت كنت 2-0، فانا اعتقد ان امام عاشور مثلا لما هو نزله مكان حسين مش عشان حسين ادى مباراه سيئه او هو مش هيقدر يكمل 90 دقيقه، لا هو شايف ان امام عاشور الماتشات اللي فاتت بيأدي بشكل كويس، مش عايز يبعده وعايز يجهز اكبر عدد ممكن، فنزل امام عاشور مكان حسين الشحات، لان امام عاشور كان ممكن يبتدي اساسا مكان مثلا قفشه، مكان حسين، مكان اي حد يعني. ف لما ينزل امام مكان حسين الشحات هو قال كمان ان سامي قمصان قال له ان مزبوط. امام
بيلعب جناح كمان، مش بيلعب بس في وسط الملعب. أيه. ودي ميزه من مميزات امام، بيلعب في اكتر من مركز، انه عنده مرونه خططيه. بيلعب وسط مدافع، بيلعب صح. مركز 8 اللي هو معظم ماتشاته بيلعب فيها، بيلعب جناح، بيلعب ظهير. ده بيبقى مريح جدا للمدرب لاي مدير فني طبعا، لانك صح. انت ممكن تبقى في فتره 3 4 لعيبه في المركز ومؤثرين، مزبوط. ممكن اجيب بقى واحد اوظفه في حته تانية، انت ممكن في الملعب نفسه مظبوط تعمل تغييرات او حتى من البدايه. فهو امام مكان حسين، انا اعتقد هي مش عشان حسين كان سيء، ولكن هو عشان زي ما بقول لك امام يستحق وعايزه يجهز، والراجل عايز يجهز اكبر عدد لعيبه عشان البطولات الكتيره جايه وماتشات كتيره. صحيح. فامام نزل ادى بشكل كويس وجاب هدف جميل جدا بثقه، فطبعا كان ناجح في التغيير ده يعني. صحيح. كابتن بلال، كريستو مكان تاو، زي ما اتفقنا كابتن ان هو دلوقتي هو بيحاول يدي كريستو، هو مقتنع بيه تمام. وخد بالك ان التوقيت برضو يعني التوقيت في الدقيقه 68 خلاص انت كنت كسبت 2-0 تمام، 2-0 المباراه في المتناول، 2-0 وعندك بتهاجم بشكل كويس، فدي بتبقى حاجتين في بعض يعني. رقم واحد بتريح لعيب اساسي بالنسبه لك زي بيرسي تاو، انت عندك مباراه بعدها اعتقد بعد اربع ايام مباراه مع يوم 8 مع اسماعيلي في الدوري ان شاء الله، اسماعيلي ان شاء الله باذن الله بالتوفيق للنادي الاهلي. في نفس التوقيت برضو ما زلت في حته عمليه تكرار انك بتدي الثقه برضو لكريستو، بتحاول تديله لعيب كويس، لعيب مجتهد عنده كواليتي زي ما اتكلمنا، بتحاول انت كمدير فني ما تبعدوش عن الصوره. ففي وقت كده يبقى المدير الفني بيختار التوقيت امتى اغير اللعيبه في الملعب، امتى هدي ده وامتى اخرج ده، يعني نتيجه لو 1-0 كان ممكن ما تلاقيش بعض التغييرات دي، ما تلاقيش بعض التغييرات دي اكيد طبيعي. واحنا اتكلمنا كده قبل يعني ما بين الشوطين، قلنا 1-0 هتختلف عن 2-0، 1-0 هتبقى التغييرات في حدود، ممكن ينزل صح. امام عاشور تمام مكان مروان او مكان مجدي قفشه ممكن مزبوط. تمام، يبقى ده تغيير اكيد قدامنا، ويطلع مودست وينزل كهربا، هم دول التغييرين اللي احنا كنا متوقعين لو النتيجه كانت استمرت على كده تمام. لكن النتيجه كانت 2-0 وانت افضل بكتير جدا، وانت مضيع فرص ومستحوذ، وما زال انبي كان لسه برضو يعني ما استيقظش، ما فقش، ملوش رده فعل بالنسبه لك واضحه يعني، فرقه بتلعب بعشوائيه، بتجري بكتير، سايبه يعني، بتحاول ان هم لعبوا 6-7 قدام، بقت المنطقه الخلفيه بقت فاضيه بشكل كبير، عندك مساحات كتيره جدا بتروح طبعا بتروح فيها بشكل كويس. فبالتالي اي تغيير بالنسبه للمدير الفني هو تغيير منطقي وتغيير عقلاني وله اهداف بالنسبه للمدير الفني. فانا شايف ان الهدف من ده ممكن تغيير بيرسيتاو، راحه بيرسيتاو المباراه اللي جايه، وتاني حاجه انك برضو بتدي ثقه لكريستو، لعيب كويس، لعيب قادم ان شاء الله يعني. صحيح. كابتن ماهر، كوكا مكان قفشه، وبالتالي انت بتلعب بثلاثه بقى دلوقتي في نص الملعب. رجعت تاني تلعب بثلاثه في نص الملعب. بالظبط. كوكا الفتره اللي فاتت بدا بيه وعنده ثقه في كوكا ان هو لاعب مكمل للاعبي نص الملعب. مظبوط. قفشه طبعا بيعتبر الجوكر او بيعتبر اللي هو يعني المحوري اللي هو صانع العاب وهمزه الوصل. ايوه. كوكا برضك عنده من المميزات لعيب كوره وفوتبولر، وبيجيد بقى الجوانب الدفاعيه، كميه الجري اللي بيجريها لانه طبعا صغير في السن، فبيحاول ان هو طبعا الجانب الدفاعي ان هو يأديه بشكل جيد، بيحاول الجانب الهجومي ان هو يبقى برضك مساند زي لعيبه نص الملعب قفشه في ادواره الهجوميه. مدرسه برضك يعني من ضمن الحاجات اللي مستر كولر بيلجا ليها ان هو بيجهز اللعيبه وبيدور وبيدي ثقه لجميع اللاعبين ان هم يبقوا موجودين، رجلهم موجوده في الملعب، عشان لما احتاج في المباريات الاصعب الاقي اللعيبه ديت تكون تقدر تنفذ لي المتطلبات التكتيكيه اللي انا بطلبها. لو الفتره اللي جايه صعبه جدا بالزبط. كمان بالظبط، والمواجهات كتير، فيعني بنتمنى التوفيق طبعا لكل لعيبه النادي الاهلي، و بيبقى مدارس في التغيير. ممكن الراجل زي ما احنا قلنا والكباتن قالوا ممكن النتيجه ما زادتش عن واحد، التغيير يتاخر بالظبط، هيضطر يدفع بمهاجمين لاجل ان هو يزود النتيجه. أي. يعني يضمن النتيجه 2-0 3-0 بعد كده يقدر يدي تغييرات اخرى لبعض اللاعبين. كابتن شريف، اخر تغييرين، كهربا مكان مودست في الدقيقه 85، وطاهر محمد طاهر مكان مروان عطيه في الدقيقه 85 برضه.
تغيير كهربا احنا متفقين عليه كلنا في الهاف تايم، يعني قلنا في حاله تاخير او اضافه هدف كهربا هيبقى له وجود، ولو جبنا هدف وما كانش مودس اللي جابه عايزين مودس يكمل عشان يكتسب الثقه، انما بعد ما خلاص هو جاب الهدف واتفرج عليه شويه كمان بعدها ممكن يزود هدف ولا لا، فبقى من الطبيعي ان هو يدخل كهربا في التغيير ده. وبالنسبه لطاهر ومروان هو ده التغيير غير اعتيادي بالنسبه لنا. أي. لا المكان مكان تغيير المكان بمكان، لا ده تغيير المكان عايز يقفل الناحيه بتاعت علي معلول، فنزل واحد عنده حاله بدنيه او فيتيكال فيتنس في الوقفه دي، وكان حظه كويس ان هو يعمل الثرو باس الجميل بالزبط. ده بالنسبه ورؤيه الملعب وشافه، يبقى هو لما بيلعب متاخر شويه طاهر كشفه الملعب بالنسبه له أفضل. بيقدر ينتج فيها او صح. يقدر وبيلعب في اي حته حقيقه، ناحيه اليمين كويس بيلعب، ممكن في العمق تلعبه راس حربه، فهو عنده من القوه البدنيه. ولكن بالنسبه لي انا طاهر انا عايز اقول له ارجع بقى، يعني لازم صح. ترجع بقى لانك بقالك فتره، والفتره دي انت لعيب عندك امكانيات تقدر تقدم كتير قوي، فاستغل الفرصه ان الناس عندها ثقه فيك وخاصه صحيح. المدير الفني، وباذن الله نشوفك احسن بكتير ومنتج كده زي ما النهارده عملت ثرو باس هايل ومبروك. صحيح كده اكتملت يعني زي ما بنقول كده، مش عايز اتكلم كتير في الموضوع دوت، بس هي السوبر المصري اللي معمول في الامارات ان شاء الله كده اكتملت الصوره او وضحت الصوره، هيبقى النادي الاهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا بصفته بطل كاس الرابطه بعد خساره انبي النهارده. هو ما كانش في حاجه محدده، عشان كده كان في خلاف الفتره اللي فاتت ما بين انبي وبين الرابطه، فدلوقتي بخروج انبي دخل بصفه رسميه مودرن فيوتشر بناء على كلام كابتن عامر حسين. اذا كان في لائحه قبل كده اتحطت او ما كانش في لائحه او نضو، لكن ده الكلام اللي قاله الكابتن عامر حسين النهارده في حاله خساره انبي، خلاص اكتملت الصوره واتضحت بقى الاربع فرق نادي الاهلي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ورابع الدوري السنه اللي فاتت اللي هو فيوتشر اللي بقى السنه دي اسمه مودرن فيوتشر. طيب اخيرا كابتن ماهر، لو قلنا رجل مباراه اليوم، يعني انا من فتره بصراحه بيعجبني محمد عبد المنعم، يعني فانا شايف ان محمد يعني من مباراه لمباراه بيزيد. النهارده محمد كان من اللعيبه في الشق الدفاعي على اعلى مستوى، تمركزه يقظته انقضاضه بيتصرف مع المهاجم بمنتهى السهوله، قطع كرات ثم كمان بدايه الهجمه بيعملها بشكل ايجابي، فانا شايف ان محمد عبد المنعم يستاهل ان يبقى رجل المباراه النهارده. كابتن شريف رجل مباراه اليوم. لا طبعا انا بالنسبه لي لما اختار ديفندر هو رجل المباراه يبقى انا كان مضغوط عليا بقى والدنيا، انما هو لعيب نظر كابتن مال. لا كلنا متفقين عليه ان هو لعيب كلاس وايه وكده، انما ديانج النهارده بالتوقيفه دي بالبينالتي ده بالحركة اللي هو عاملها ناحية اليمين النهاردة دي كلها، هي حسيت انه هو المهاجم الوحيد في الفرقة. يعني حتى بوجود حسين الشحات النهاردة ورغم الكرة اللي بعتها في العارضة، ولكن ليس بقوة ديانج النهاردة. ديانج كان عامل لي حالة نقل للحركة جميلة جدا في وجود جميع اللعيبة اللي هم يقدروا يستطيعوا ان هم يعملوا الشكل ده. فأنا بالنسبة لي إليو ديانج هو كابتن وسام. أنا بقى ثلاثة، لا عندك ثلاث لعيبة، لا اثنين اختار منهم واحد، اثنين وهم اختاروهم، اختاروا الاثنين انت بقى اختار منهم واحد. ما انا هقول لك بقى ماشي قول يا كابتن. كابتن ماهر قال محمد عبد المنعم كويس، وكابتن شريف قال ديانج، وانا كنت بختار الاثنين. اختار واحد منهم يا كابتن. انت عايزني اختار واحد؟ بعد اذنك. محمد عبد المنعم هو رجل المباراه من وجهه نظري. ماشي اثنين ديفندر دول. بص بص كابتن ماهر قال كل حاجه. ايوه صح. محمد عبد المنعم كل قراراته ما شاء الله في الانقضاض في
في السيطره، في كور خطيره جدا بيتخلصها لك بكل سلاسه، انت ما تحسش، رغم ان هي ممكن مع مدافع تاني تحس بيها وخطوره، مع محمد منعم ما بتحسش مع بدايه الهجمه. فهو صراحه انا من وجهه نظري هو رجل مهم. طيب كابتن بلال، شوف يعني النهارده يوم جيد بالنسبه لعيبه الاهلي كلها بشكل عام، يعني الفرقه كلها بتأدي بشكل كويس تمام. انا اتفق مع كابتن شريف، يعني انا شايف ان ديانج هو اللي فتح المباراه، فتح الجيم تمام، هو النقطه الايجابيه في بدايه المباراه. الجول الثاني هو اللي ضغط، هو اللي ضغط صح، وخلى اللعيب بتاع اخطا فيها وده موديست تمام، وعمل الاسيست العكسي لموديست. فانا شايف ان هو رقم بالنسبه للمدافعين هما كانوا هيلين، واحنا قلنا ان هما هيلين، بس الاهلي ما كانش فيه يعني الاثنين المدافعين كان كل كرات مستريح كلها، يعني انت بتهاجم فرقه كلها كرات طوليه، كلها كرات سريعه، قراراتهم صح 100%. ادوا مباراه جيد الاثنين على فكره، ياسر وعبد المنعم عملوا ماتش رائع جدا جدا. لكن انا من وجهه نظري من تسبب في الهدف الاول فهو ديانج، واللي تسبب في الضغط عمليه الضغط هو برده الي ديانج، واللي كان بيضغط طول المباراه وكان بيغير من البوزيشن بتاعه هو برده الي ديانج. وانا معاكم برده، بضم صوتي لصوتكم، انا بدي صوتي لأليو ديانج كرجل لمباراة اليوم. إذا 3-2 معلش يا كابتن ماهر، عليكم ده لا في ديمقراطية. إذن في ديمقراطية من وجهة نظرنا. استنى بس، أنا قلت محمد، أنا ده هو قال واحد بس. أيوه هو قلت اتنين، قلت محمد منعم، فأنا قلت محمد منعم بس ديانج ماشي. أنا أصل عملتها في ماهر، قعدت أقول له محمد عبد المنعم النهارده ده فظيع، ده هو ده راجل المباراة مش ورايا. اذا من وجهه نظرنا ونجوم الاستوديو التحليلي، اليو ديانج هو رجل مباراه اليوم. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس، منورنا كابتن. تحياتي لكابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال. مبروك للنادي الاهلي كابتن على الاداء وعلى النتيجه، وهارد لك لنادي انبي. كابتن ايمن، قبل ما نتكلم على طاقم التحكيم وطارق مجدي، عاوزين نقول ان فوتير بريرا عمل تحليل فني للحكام عن الجولتين اللي هم اتلعبوا الاسبوع الاول والاسبوع الثاني، وكان هناك بعض الاخطاء كابتن شريف هو اتكلم فيها كويس قوي، واعتقد ان هو اتكلم كمان في ان اللي هيخطا في المباريات هيتم يعني ايقافه او استبعاده شويه عن الدوري الممتاز. طب احنا سمعنا يعني ان كان في اختبارات وبعض الحكام ما اجتازوش الاختبارات دي، هل بيبقى لهم فرصه ثانيه ولا دول بيستبعدوا؟ بالظبط كده، هو كان عامل اختبار للحكام اللي هم حكام النخبه. ايوه في منهم اعتذر عن الاختبار، وفي منهم عامل اختبار ثاني للناس ديت، وفي اللي ربنا وفقه، وفي ان هو الناس ربنا ما وفقهاش. حدد كمان ميعاد اختبار تقريبا بعد 3 اشهر او حاجه زي كده. هو ماشي لحد دلوقتي ماشي كويس. طب في خلال الفتره ديت اللي هو الاختبار اللي جاي ما بيتمش اسناد لا مباريات للمجموعه دي؟ لا خالص، مفيش حد هيلعب في المجموعه ديت، خاصه كمان كحكام ميدان ما حدش فيهم هيلعب. ولكن انا عاوز اقول ان هو وقف كويس قوي على الاخطاء في الاسبوع الاول والثاني. النهارده كان عندنا طاقم تحكيم، النهارده اعتقد النهارده استفاد من التحليل اللي فات. شفنا النهارده كابتن شريف اهتمام من طارق مجدي، تركيز سواء من طارق او من الحكام المساعدين او من حكام الفار، لقينا ان في تعاون ما بين الطاقم التحكيم بالكامل كابتن بلال. شفنا ان مفيش اخطاء تحكيميه، الحكم ما راحش للفار، هو ده اللي احنا عاوزينه. الفار موجود بس على قدر المستطاع يا كابتن شريف، ما تروحش للفار، اشتغل على نفسك في الملعب وروح واجتهد عشان خاطر ما تروحش للفار. بتروح للفار كتير بتبقى المشاكل كتير. طارق مجدي النهارده يمكن حكم لنا كابتن ايمن الموسم اللي فات، حكم لنا جوله 26 اهلي سموحه، وادى اداء كويس قوي، وانا من هنا اشدت بيه. الموسم دوت خد مباراه في الجوله الثانيه فيوتشر الداخليه حسب ركله الجزاء لفيوتشر، ركله الجزاء الداخليه صحاح. النهارده بيكمل مشواره كاداء متميز هو وطاقم التحكيم، هنشوف الحالات ونشوف تحركات طارق ونشوف ايه الحاجات الايجابيه اللي النهارده عملها.
طارق مجدي النهارده كان موجود احمد توفيق المساعد الاول ومحمد محمود لطفي المساعد الثاني اللي هو لغى هدف انبي للتسلل، كان الحكم الرابع عاطف حسين منطقه القاهره، وكان على الفار محمود بسيوني وسيد شعبان. نشوف الحاله الاولى معانا هنا كابتن ونشوف تحركات طارق مجدي. انا مهم جدا، انا مش مهم ان انا اشوف المخالفه واحسب المخالفه واقول في ركله جزاء ولا لا، انا مهم الحكم يا كابتن هو كان فين. صح، مهم جدا الحكم هنا عنده قراءه ولا لا، عن توقع ولا لا، ودي المهم اللي احنا بنقوله للحكام. كابتن ماهر خلي بالك داخل الصندوق لابد انك انت كحكم يبقى عندك قراءه. هرجع تاني معلش سامحني عشان بس يعني عندنا حكام بيتفرجوا علينا. نشوف طارق هنا اتحرك ثم فتح زاويه راح يمين وراح راجع رايح تاني بدون تردد، احتسب ركله جزاء واثق منها وركله جزاء صحيحه. وهنشوف ليه هنا بنشوف احمد كالوشا المدافع نادي انبي عمل ايه يا كابتن هنا. شوف هنا ديانج عدى بكورته وهنا ما كانش فيه يعني اي شيء يعمله المدافع الا ان هو يتم عرقله لاعب النادي الاهلي ديانج. نشوف هنا العرقله موجوده بالقدم اليمنى وبالتالي هنا ركله جزاء صحيحه واضحه جدا من الحكم. وايضا هنا بنشوف ان الفار هنا بيؤكد، هنا نشوف المخالفه ثانيه هنا واضحه جدا جدا لم يتردد طارق فيها نتيجه التمركز القرب من الحدث. وهنا بنشوف هنا بقى بنيجي هنا لحاجه مهمه جدا. انا كلاعب بحاول اخد الكوره، انا كلاعب كابتن شريف هسدد او انا يعني النادي الاهلي حقه ياخد الكره، وهنا مفيش اعتراض من يعني يجب ما يكونش في اعتراض من لاعبي انبي. هنا المشكله حدثت ان هنا حسين شحات مع الكره، انت كلاعب مدافع مالكش انك انت تروح لي او منافس تروح للاعب اللي هو احتسب ليه ركله جزاء. هنا طبعا حصلت المشكله تفاصيلها ما تصورتش، ولكن هنا الحكم خد قرار باشهار البطاقه الصفراء لحسين الشحات وللاعب نادي انبي اللي هو كان تقريبا احمد ناصر تقريبا. هنا نيجي محمد محمود لطفي. لعبه من الحالات المهمه جدا كابتن بلال، كابتن شريف، كابتن ماهر، كابتن اسامه. وهنشرح بالتفصيل وبالقانون ايه اللي حدث في هذه الحاله. نشوف هنا هنا بس هرجع تاني بس لحظه التسديد من لاعب انبي. نرجع تاني سنه بعد اذنك مجدي بس هنا جت. كابتن نشوف هنا هتبقى لعبه جديده جدا جدا. مين اللي لعب الكره وهي رايحه داخل الصندوق للاعب اللي هو هيكون في موقف التسلل؟ كابتن نعيم، كابتن شريف، هنلاحظ هنا في العاده ان لاعب انبي اللي هنا هيلعب الكره، ولحظه لعب الكره هتلاقي لاعب في موقف تسلل. نمشي بقى، خلينا نروح للعبه. هنا مفيش هنا مفيش مشكله خالص لحد دلوقتي. هنيجي هنا بس هنا عندنا لاعب في موقف تسلل يا كابتن بلال. مظبوط. مين اللي لعب الكره؟ الاهلي؟ لا، المدافع. انبي المدافع. اللاعب الكره قصدي اسف لاعب انبي لعب الكره براسه بالزبط. وهنا تصوير هنجيب بس الفار وراحت ضربه وهنا راحت. معلش هات يا مجدي معلش تاني. هنا لاعب المهاجم هنا لعب الكره. نرجع تاني يا مجدي معلش. شوف هنا الفار هنا عامل ايه يا كابتن؟ الفار هنا جاب الخطوط، عمل الخطوط وجاب هنا اللاعب هنا اللي طلع ولعب الكره هنا براسه وراحت هنا اللاعب. يعني لاعب انبي اللي لعب كره براسه. لاعب انبي اللي لعب كره بدماغه وبالتالي هنا تسلل واضح. ان بعض قال لك ان المدافع لعب، لا المدافع ما لعبش. مظبوط. المدافع لو لعب كانت الكره تبقى. طب يا كابتن اقصد لو لاعب الاهلي. لا هدف. لو لاعب الاهلي هو اللي لعب على الموقف ده او لمست حد من لعيبه النادي الاهلي الموقف الهدف سليم. كابتن طب السؤال معلش. دلوقتي الكره اتلعبت يعني فاول تمام؟ لو المهاجم بتاع انبي لعبها وخبطت في 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 في, في ياسر يبقى جول ولا تسلل؟ تسلل. تسلل. بص يا كابتن امتى تتحسب هدف؟ لو هنا اللاعب دوت النادي الاهلي دوت لعب الكره متعمد تعمد بدماغه تروح اللاعب هناك. ولكن هنا لعب الكره هنا بس كابتن عايزك لا بس لا احنا مختلفين انا وكابتن ايمن في دي. لا بالعكس. بص تعمد او حاجه ثانيه. انا النهارده بطلع الكوره قلشت لعيب مدافع الاهلي وراحت للي هناك. جول ولا اوف سايد؟ بص يا كابتن انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا جدا حصل بيها توضيح في القانون. انت نقول لعب متعمد يا كابتن، قال لك التوضيح الجديد يبقى اللاعب عنده سيطره كويسه قوي وهو بيلعب، تبقى الكره متاحه ليه يعني ايه؟ جايه لك مش سريعه، جايه لك في مستوى لعبك، تبقى انت مش مضغوط من المنافسين. يعني عشان يبقى لعبه متعمد. بص يا كابتن خلينا في الكره دي معلش. ماشي. هو دلوقتي لعيب لو نفترض ما هو دلوقتي ياسر مضغوط من لعيب انبي ما بيلعبش مستريح. تمام. والكره نفترض هي مش لاعب انبي اللي لعبها.
نفترض ان هي خبطت في راس ياسر وراحت للاعب ام بي، جول ولا مش جول؟ كابتن لو مش لو مفيش منافس معاه ولعبها ياسر يستمر اللعب هدف. هدف هدف طبعا يعني كابتن اللاعب المتعمد. كابتن انا بس هريحك انا بس خليني بس منافس. امتى احسب؟ ما انا هقول لك هريحك والله هريحك. بص يا كابتن في دلوقتي في منافس حاليا مع ياسر بس المنافس ده موقفه سليم يا كابتن بلال بالراحه. هذا المنافس موقفه سليم بنحاول يتنافس. اللاعب ده المنافس ده اللي هو المهاجم موقفه سليم صح ولا مش صح؟ صح بنحاول يتنافس معاه. امتى اقول ان هنا ان ممكن يبقى في تاثير على المدافع؟ لو المهاجم بتاع امبي في موقف تسلل، في موقف تسلل، ولكن هنا المهاجم هنا في موقف سليم من اول. تمام. هي المشكله هنا لما اتلعبت من الراس لاعب امبي راحت للاعب زميله اللي هو في موقف تسلل. لا انا بتكلم بقى لو مش في راس لاعب امبي، لو فيها لعب متعمد. انا بتكلم كمواد من المدافع الاهلي لعب متعمد يستمر اللعب هدف. بمعنى لو انا كمدافع لعبت قصدي العب الكوره، قصدي ان انا العب الكوره متعمد ان انا العبها راحت للاعب ده يستمر اللعب هدف. طب افرض ما فيهاش تعمد وانا مثلا واقف كده خبطت فيها وراحت. برافو. هنا الارتداد. ما انا قلت يا كابتن بقى، ما انا قلت ايه اصل القصه ايه؟ ان عشان اقول ان لعب متعمد او مش متعمد، متعمد يعني انت حضرتك الكوره جايه لك شايفها كويس قوي برايح. انت بتلعبها بارتياحيه ما حدش ضغطك. ما تقوليش بقى لما الكوره ترتد فيك او تيجي تلعبها تقلش. هنا بنتكلم في التوضيح الجديد اللي قال لك المتعمد يعني لاعب بيلعب متعمد الكره واضحه بالنسبه له شايفها في ارتياحيه في اللعب. ده اللاعب المتعمد اللي هي لو راحت المهاجم يستمر اللعب. اما اذا انا طلعت بدماغي مش معدول او خبطت فيا او ارتدت او في منافس تنافس معايا هنا مبقاش اللعب متعمد يا كابتن. وبالتالي هنا بنقول هنا الاصل اللعبه كانت تسلل لان اللاعب المهاجم هو لاعب الكوره وكان في لاعب ممكن تسلل. نشوف الحاله اللي جايه. وهنا حاله مهمه جدا جدا. وهنا طارق نفذ القانون يا كابتن بلال يا كابتن ماهر. عمل اتاحه الفرصه ولما حس ان اتاحه الفرصه مش يعني لما تيجي اتاحه الفرصه اللاعب اللي هو اللي انت بتحتسب له المخالفه هنا ما استفادش منها. وبالتالي هنا في الشد موجود من مروان وبالتالي رجع للمخالفه الاصليه واشهر بطاقه صفراء. كان قرار صحيح من طارق مجدي. يمكن دي من القرارات الايجابيه. هنا ادى تحت الفرصه ولما حس ان الكره مش هتروح للاعب امبي رجع وادى البطاقه واحتسب المخالفه. قرار صحيح من طارق مجدي. الحاله دي حاله طبعا مهمه جدا. وانا شايف ان هنا هو طارق هنا يعني شايف ان مفيش مخالفه وانا بمشي معاه قراره ان هنا مفيش مخالفه. هنا الاثنين ده بنقول تنافس عادل يا كابتن بلال كابتن اسامه. مفيش مخالفه من المدافع مفيش مخالفه من المهاجم وبالتالي ده التحام مسموح به في كره القدم. لا انا شايف ان في مخالفه. اتفضل يا كابتن شريف. في مخالفه. اللي هي بس هو الماتش كان خلص خلاص. لا هقول لك على حاجه بس. في مخالفه يا كابتن ده معدي وسابقه لو فيش. ما انا كابتن. كابتن شريف انا مهاجم وعارف اذا ما عديت المدافع ووقعت يبقى في سبب لهذا الوقوع. فانا ده حد اعترضني وانا سابقه والكره بتاعتي تمام اذا كانت على الخط ضربه جزاء اذا كانت جوه ضربه جزاء ولكن تمام المباراه عدت ومفيش مشاكل. طيب بص يا كابتن شريف عشان يكون في مخالفه هيبقى حاجه من الاثنين يا في دفع يا في شد. يا في شد صح؟ لا هنا في الحاله دي لا في دفع يا في يا في احتكاك بالركبه في الفخذ في اي حاجه. لا كره القدم هي يعني لعبه فيها منافسه. لما انا كمنافس وكمدافع احنا الاثنين نروح للكره ويحصل التحام طبيعي نتيجه مش وانا سابقك يا كابتن. لما بنبقى يعني هنا بص يا هنا هرجع زي زي الكتف القانوني. هرجع لما حضرتك بتقولي كتف قانوني وفي نفس المستوى ما بقولش كتف قانوني. لا ما حدش بيتكلم هنا في الحته دي. انما انا عديتك وبقيت انا اللي مسيطر وانا قدامك ماشي واتلمست لمسه واحده كانوا بيديني حق. كابتن من وجهه نظرك انت في تلامس بس احنا بنقول ايه المخالفه عشان احسب حاجه يبقى هنا في ايد في دفع في شد في جذب. انما هنا الحاله كابتن هنا فيها كل حاجه يا كابتن. وجهه نظرك وجهه نظرك فيها كل هنا القرار. انا شايف ان القرار هنا يستمر اللعب وكان عشان خاطرك بس يا كابتن شريف بعد كده كابتن احسبها. لا انا الحاله اللي جايه حاله برضك من الحالات المهمه. وهنا برضك كابتن بلال معانا يمكن انت دخلت في التحكيم معايا كويس قوي قوي. والسؤال هنا هل موديست لو كان في موقف تسلل دي النقطه اللي كنا بنتكلم فيها. معلش يا مجدي تعالى كده يلا ستوب بس هنا جابت نفسها. كنا بنتكلم بالظبط لاعب المتعمد صح واللاعب اللي مش متعمد. ده متعمد عادي. انا بقول انا بفترض ان موديست ان في تسلل هنا كده صح كابتن اسامه. لا مش هتتحسب لانه هو لعبها ده بقى اسمه اللاعب المتعمد. دي لعب فيه اراده بالظبط فيه اراده الكره تحت اندر كنترولك
ومسيطر عليها ورحت انت مرجع. انا عاوز اقول هنا الهدف انا جايبه ليه؟ طبعا هدف سليم طبعا 100%، ولكن هنا حتى لو موديست في موقف تسلل يستمر اللعب، وده كان اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الحاله الاولى. اخر حاله معانا هنا وكان يجب على طارق هنا طبعا. يا طارق بتتلعب باص، ولكن تبقى عينك على طالما في مدافع او منافس هنا لازم يبقى عينك هنا على امام وعلى اوفا. هنا شايفين هنا الشد واضح جدا جدا، وهنا ما ينفعش انا اخلي اللعبه يتواصل حتى لو كانت الكره رايحه للاعب نادي الاهلي. هنا في مخالفه كان يجب عليها، يمكن دي اللعبه الوحيده كابتن عند طارق. بشكل عام انا يهمني النهارده يا كابتن ايمن ان الاداء التحكيمي النهارده بشكل عام سواء حكم الميدان حكم المساعدين او الرابع او الفار كان هناك في اهتمام تركيز توافق حتى في القرارات الفنيه. الفار النهارده لما يتدخل في ركله الجزاء واكد على صحه قرار الحكم مساعد في الغاء هدف امبي، بنقول دايما عاوزين نشوف التحكيم ده دايما ونشوف اهتمام لجنه الحكام، وقلنا الحكم اللي يخطا ياخد عقابه لان مش هتمشي غير كده. كابتن ايمن بالتوفيق ان شاء الله للتحكيم المصري في الفتره اللي عموما الاهلي بيسهل ماموريه حكام كتير يا كابتن. هو النشاط ماشيه والحمد لله والتحكيم خلي بالك بيبقى نوع من نوع الهدوء النفسي لما الاهلي يجيب جون واثنين يا كابتن الدنيا بتبقى مريحه. نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا. شكرا شكرا لك. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الدور قبل النهائي بين الاهلي وانبي في كاس مصر طبعا، والتي انتهت باكتساح نادي الاهلي الانبي بثلاثيه نظيفه وتاهله عن جداره واستحقاق النهائي كاس مصر ومقابله الفائز من بيراميدز والزمالك التي ستقام في شهر نوفمبر القادم ان شاء الله. الف مبروك لجماهير نادي الاهلي العظيمه وان شاء الله بالتوفيق للمباريات القادمه. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن مصر كابتن النادي الاهلي كابتن ماهر امام، شرفتني يا كابتن. شكرا ايمن الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن. كابتن سامع عربي شكرا يا كابتن ايمن والف مبروك وان شاء الله عبال المباراه النهائيه يا رب ان شاء الله. كابتن شريف عبد المنعم شكرا يا كابتن شرفتني. نشكرك كابتن وبنشكر الكباتن والف مبروك وعبال النهائي باذن الله يا رب ان شاء الله. كابتن احمد بلال شرفتني يا كابتن. شكرا لك كابتن. شكرا لك. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.